بيقولوا اللي شرب من مية النيل أكيد هيرجع لمصر تاني، والمؤكد إن اللي دخل الأهلي وعاش في خيره واتمتع بجمهوره واحتفل ببطولاته وشرب من مبادئه وأخلاقه أكيد أكيد هيفضل متعلق بيه مهما بعدت المسافات وطالت الأيام. في الأهلي بجد الموضوع مختلف، اللي انتمى للكيان وعاش معاه أحلى الأوقات، ذكرياته بتفضل عايشة معاه، مش بينسى هتاف الجمهور ولا دعم النادي في أصعب الظروف، روح التتش بتستمر حتى لو بعد عن المكان. وعبر تاريخ الأهلي الطويل العظيم ياما شفنا نجوم حققوا معاه أمجاد وبطولات ونجاحات، لكن القدر كتب إنهم يسيبوا مكانهم لظروف مختلفة، بس بيفضلوا عايشين في ذاكرة كل أهلاوي. وياما نجوم بكوا بالدموع لما سابوا الأهلي، لكن فضلوا محسوبين عليه ومنتمين وعاشقين ليه. الأهلي مش بينسى أولاده، بالعكس دول دايما على البال، صورهم محفورة جوه المكان وسيرتهم موجودة في كل قصة وحكاية. ما هو كل نجم حتى بصمته لازم يفضل دايما وأبدا في الحسبان. دايما ايد واحده. الاهلي اللي مشرف مصر قرعه كاس العالم. رغم اننا في الجولة الرابعة لكن الدوري يستعد. ايمن اشرف مع حارس الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده وحارس الاهلي عبر قناتكم المفضله قناه النادي الاهلي. منذ قليل انتهت اخر مباريات اليوم بفوز كبير للزمالك على غزل المحله في المحله برباعيه نظيفه، ومن قبلها كان فريق نادي فاركو فاز على بتروجيت بهدفين مقابل هدف، والمصري واصل عروضه الرائعه وتصدر مسابقة الدوري العام بفوز مستحق على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء. أما باقي نتائج الأسبوع فسموحة كان قد تعادل مع الجونة بدون أهداف، وسيراميكا كان قد فاز على مودرن سبورت بأربع أهداف مقابل هدف، وإنبي فاز على النادي الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، والأهلي تعادل مع البنك الأهلي بدون أهداف. زي ما بقول لكم دوري مشتعل منذ البداية، ويبدو أننا على موعد مع دوري قوي هذا العام. حقيقة عندي حاجات كتيرة جدا وعندي لقطات هتعجبكم، هتسر أعين الناظرين لما يتفرجوا عليها ويشوفوها معانا من تدريب النادي الأهلي النهاردة. يلا بينا نروح على تدريب الأهلي. لو انت غاوي، لو انت ناوي، سيب كل اللي في ايدك وتعالالي. على فكرة دي النصها الاولاني كانت مقدمة لبرنامج جميل اسمه حكاوي القهاوي، لكن خلينا دلوقتي بنتكلم على حكاوي الاهلي، الحكاوي السابقة والحكاوي الحالية والحكاوي اللاحقة بإذن الله. النهاردة انا جايب لك اهم لقطة من تدريب النادي الاهلي عشان تتفرج عليها وتقول انه النادي الاهلي دايما ايد واحدة. هفرجك على جزء من التمرين وهفرجك على بعض الامور، لكن هنا ده امام عاشور وده محمد الشناوي، وده تاني لقاء بعد ما حصل لقاء داخل الغرفه مع بعض، غرفه الملابس الاثنين مع بعض، ثم اللقاء هنا امام الكاميرا. الحب والاحترام، الكابتن كابتن واللاعب لاعب والمدرب مدرب، والأهلي يظل هو
النادي الأهلي، وتظل العلاقة دائما وأبدا علاقة الأخوة وعلاقة المحبة وعلاقة التقدير والعلاقة الطبيعية اللي داخل النادي الأهلي. لأن البعض صور إنها خناقة وإنه وأنا طلعت قلت لك امبارح إنه لم يكن هناك تطاول، ولكن كان هناك خروجا عن المبادئ في بعض التصرفات. ويمكن معلش في ناس كتيرة ما تعرفش يعني إيه مبادئ، فلما نقول خروج على المبادئ فكأننا بنتكلم بالهيروغليفي، لأن في ناس قاموس المبادئ ده ما جاش عندها أصلا، ما يعرفوهوش، ما وصل لهمش، الترجمة بتاعته مش موجودة. فما تتعبهمش إن أنت تفضل تشرح لهم يعني إيه مبادئ، لأنه هو مش عارفها. تقول له مبادئ يقول لك إيه؟ قيم، يقول لك أه كده يعني، تقاليد يقول لك يعني إيه؟ فما تتعبش نفسك في الحاجات دي. لكن من تربى على مبادئ ومن تعلم المبادئ ومن عاش في هذه الأمور اللي خلت هذا التاريخ الكبير للنادي الأهلي ليس في وسط مصر فقط، ولكن في المنظومة الكروية عبر العالم العربي والشرق الأوسط بل والعالم أجمع. يعني هو ده اللي بيميز النادي الأهلي، في أوقات قد لا يكون الأهلي الأفضل ولكنه دائما وأبدا يكون الأكثر خلقا والأكثر احتراما والأكثر مبادئا، وما عندوش أسرار. يعني الحاجات الغلط لابد أن يتم علاجها، لأنه ده اللي مطلوب، ده اللي هيبقى صح في النهاية، لأنه لن يصح إلا الصحيح في الآخر. هذا هو كابتن فريق النادي الأهلي كابتن محمد الشناوي، وهذا هو نجم النادي الأهلي إمام عاشور، وإمام في التدريب، في تدريب النادي الأهلي بعد أن خلاص هو تقبل العقوبة وأعلن بيان اعتذار، واتمرن امبارح مع المجموعة المستبعدة والنهاردة بيتمرن مع الفريق. أنا توقعي الشخصي إنه مسافر مع الفريق إن شاء الله إلى جنوب أفريقيا بالسلامة بأمر الله، وإنه خلاص الفترة اللي جاية انتظام تام وكامل بالنسبة لإمام وزملائه من اللاعبين في التدريبات وفي المباريات. إن شاء الله بإذن الله تكون الدنيا حلوة والدنيا أحلى من كده. مفيش، ده الطبيعي يا جماعة، وده العادي، ده لازم تشوفه، ده لازم تسمعه، ده لازم تستمتع بيه. يعني الصورة هي اللي بتحكي، الصورة هي اللي بتتكلم، الصورة هي اللي بتقول. واضح ان هما الاثنين كانوا بيجهزوا مقلب لحد، وادي الراجل المدرب بيتكلم معاه، وادي خلاص دنيا حلوه، مشكله خلصت وانتهت، كهربا كالعاده بخفه دمه، والحمد لله والشكر لله. موضوع بينتهي بكل ما فيه من تفاصيل، ويعود امام الى التدريب ويعود الى التالق باذن الله في المباريات القادمه. كل الأمنيات بالتوفيق سواء لإمام، رضا سليم، عمر الساعي، عمر كمال عبد الواحد، لكل اللاعبين إن شاء الله. وما زلت مراهن على رضا سليم، أنا ما زلت براهن على رضا سليم، كل مرة هقول لكم كلمتين دول على رضا سليم. والرهان على إمام كسبان دائما وأبدا كسبان. بالمناسبة كولر كان عمل محاضرة للفريق، محاضرة بالفيديو لشرح بعض النقاط الفنية عن مواجهة البنك الأهلي. اللعيبة اللي شاركت في اللقاء اتمرنوا تمرين استشفائي وجانب من التدريبات في الجيم على هامش المران الجماعي، وزي ما انتم شايفين إمام في التدريبات الجماعية للفريق. خد الخبر التاني بقى الجميل ده، أشرف داري اللي انت شايفه اهو، أنا بقولك بالصوت والصورة يعني عشان بس يبقى كلامي صوتا وصورة موثق. يعني أشرف داري شارك في المران كاملا. اللي قالك بقى إصابة مزمنة ومش إصابة مزمنة، الحمد لله والشكر لله، شارك في المران كاملا، وأرجو أن يكون قد اكتمل الشفاء، لأنه ممكن الله يقدر تتجدد إصابة ولا حاجة يعني. لكن شارك في المران وظهر بمظهر جيد، والراجل كمان عايز يديله كتير الفترة اللي جاية، لأنه عندنا ياسر وعندنا رامي تقريبا فقط لا غير، دول من اصل يعني بيضطر يشرك خالد عبد الفتاح سردباك وهكذا يعني. فادي اشرف داري وكمان شارك في المران كاملا. الحراس اتمرنوا باستثناء مصطفى شوبير لم يشارك في مران اليوم، لكن شارك الشناوي وحمزه علاء ومصطفى مخلوف في المران كاملا. يعني ادي تدريب الحراس مع ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، والجديه واضحة على وجه الجميع. خد التالت عشان بس افتح لك نفسك النهاردة، يعني الابتسامة تعود الى وجه علي معلول مرة اخرى،
وكنت انا قلت لك من كام يوم ان علي خد الموعد بتاع صرف مستحقاته كان في نفس اليوم ونزل والراجل قبض مستحقاته. خلينا بس عشان نمشيها واحده واحده. احنا النهارده بقينا كام في 2 في ديسمبر، وعلي لسه رجليه ما نزلتش ارض الملعب، يعني لسه قدامه شويه، يعني اسبوع 10 ايام 15 يوم على ما رجله تنزل ارض الملعب، وبعدها ان شاء الله يبدا يتعمل له ماتشات وديه بامر الله سبحانه وتعالى. فهو علي لسه يعني قدامك مثلا حوالي شهر عشان تبدا تقول الحمد لله علي راجع الملعب تاني، لكن جري كله الحمد لله بقى زي الفل. هنا ده طبعا دكتور احمد جاب الله موجود معاه باستمرار، الدكاتره المحترمين جدا يعني. هنا بيبين لك انه قرار النادي الاهلي بعدم قيد علي معلول في النصف الاول من الدوري والبطوله الافريقيه كان قرارا صائبا، قرار صحيح يعني. وبالتالي هنا علي هينتظر وان شاء الله تحدث انفراجه في شهر يناير ويكون علي متواجد بامر الله مع فريق النادي الاهلي. يبقى انا وريتك ان ازمه امام انتهت، وانه اصابه اشرف داري انتهت، وان نفسيه علي معلول 100 فل و14. حد عايز حاجه ثانيه من الاهلاويه؟ حد عايز يطمن على حاجه ثانيه من الاهلاويه؟ طبعا هتكلمني على الفرقه وعن اداء الفرقه وعن شكل الفرقه، واتكلمنا في الموضوع ده امبارح كتير جدا. البعض الحقيقه امبارح لمني لما انا كلمت على ان احنا ما كناش كويسين، وان احنا قد يكون لنا ضربه جزاء وقد يكون الهدف صحيح، لكن قالوا لي وقد ليه؟ ما احنا لينا ضربه جزاء ولنا هدف صحيح، ما هي محصله بعضها. اقول لك ضربه جزاء، انا الحقيقه عشان اكون امين واللي انا قلته امبارح انا مش هغير رايي. انا شفتها بالحس بتاعي، في ضربه جزاء، لكنه الفيديو التصوير اللي عملوا اجتماعات وجابوا رئيس مجلس الامناء وجابوا المشرف على البرامج الرياضيه وجابوا المخرجين وجابوا البتاع والزاويه من ورا والزاويه من قدام، حلو. طب ما تجيبها لي بقى، ما هو انت حضرتك لو جبتها للراجل بتاع الفار هيعرضها على الراجل الحكم، الحكم هيدي بينالتي، بس هو ما عندوش لقطه اتاكد. ليك بينالتي بس التصوير ما تفهمش بيبقى ايه الاخطاء، يعني هل المخرج يا عيني مش عارف يسيطر على المصورين؟ في اخطاء، في شد او لكن هتعرف تحكم عليها كده ازاي؟ هتعرف تحكم عليها ازاي؟ ما حضرتك قول لي، مش هتعرف تحكم عليها خالص. تصوير وحش بمنتهى الوضوح، ولما بقول التصوير وحش ناس بتزعل مني، ازعل. ما انت ساعات بتقول لي انت يا كابتن انت الخبر ده غلط وانت ما النهارده ما كنتش موافق، اقول لك انا اسف حقك عليا. فالتصوير ما جابش. الكوره بتاعت رامي ربيعه حدث اختلاف، الغالبيه العظمى اكدت ان الهدف صحيح، والبعض قال انه مش صحيح، ودي اراء بنحترمها هنا او هنا. انا في النهايه انا عايز اخد حقي، مش عايز اكتر من حقي، سواء انا كنت وحش وكنت كويس دي مش بتاعتك، دي بتاعت المدرب، لكنه على الاقل اخد حقي، وده لم يحدث بالامس يعني. لكنه انا بتكلم على جانب فني، النادي الاهلي عنده قد كده 20 مره، النادي الاهلي قادر انه يفوز، واديك شفت النهارده الدوري العام المصري بيفوز على بيراميدز 1-0 يتصدر البطوله. الزمالك بيفوز على المحله في المحله 4. وقف بس شويه بقى. شويه بس سيكه كده يعني. سيكه صغنونه يعني. مين مدرب غزل المحله؟ ايوه كابتن احمد عيد عبد الملك، راجل زملكاوي عظيم وراجل محترم وراجل لاعب للمنتخب. ولعب للحدود ومدرب من المدربين الكويسين يعني. طيب ايه اللي حصل في اول دقيقه؟ طرد لاعب من غزل المحله وهو طرد مستحق. انا اللي بقول لحضرتك وهو طرد مستحق. المباراه اتغيرت تماما، بقت وان سايد جيم، والزمالك هدفين في هدفين بس 4-0. انا عايز بقى اقول واسال، لو انه مدرب فريق غزل المحله هو مثلا كابتن محمد يوسف، وكانوا بيلعبوا النادي الاهلي وخسروا النتيجه دي، كنا سمعنا ايه بقى واتقال ايه؟ والحدوته بقت عامله ازاي؟ حد يقول لي، حد يوضح لي يعني. لكن هو الراجل مدرب هيعمل ايه؟ بيلعب من اول دقيقه ناقص واحد، فرقته مش في حالته على فكره، 10 قدام 11 ما يسمحش بهذه النتيجه الكبيره يعني،
خالص، لكن الزمالك كان كويس وأدى وكان عندهم روح واستغلوا النقص العددي وكسبوا 4. هل النهارده بقى اطلع زي الناس الخايبه اقول لك اصل احمد عيد ومدرب اصلا من الزمالك وسايب للزمالك والقصه؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ اكيد كان نفسه يعمل ماتش كويس، واكيد واكيد واكيد، لكنه حاله طرد في اول دقيقه، حاله لعيبه الزمالك كانت كويسه، حاله لعيبته ما كانتش كويسه، والدليل انه لم يصل الى مرمى الزمالك طوال المباراه. فانا بس بقول للناس ايه، بالعقل كده شويه وبالحنيه عشان الدنيا تمشي بشكل كويس. طالما فتحت ملف التحكيم كمان هرجع تاني واقول اهو بوضوح، انا من اشد المؤيدين لكابتن ياسر عبد الرؤوف، من اشد المؤيدين، وبقول لكم ان الكابتن ياسر والكابتن توفيق والكابتن تامر دري ناس محترمه جدا جدا وكويسين جدا، لكنه واضح انه الامر في مصر اصبح يستدعي وجود خبير اجنبي للتحكيم. الموضوع اتحسن خلاص يعني، وخبير اجنبي على مستوى عالي. عايز تجمع حضرتك بينه وبين الكابتن ياسر كاتحاد كوره، اعمل اللي انت عايزه، بس واضح انه خلاص كل الطرق تؤدي الى خبير تحكيم اجنبي يكون موجود في مصر. بس انت عايز بقى خبير تحكيم اجنبي بجد، يعني واحد ما يقعدش على المكتب يقعد يخطط ويعمل، لا، واحد ايه يعني مش عايز اقول ايه، مخضرم، تقول كلمه صعبه، مخضرم، واحد متودك، واحد قوي، واحد عنده شخصيه، واحد عنده رؤيه، يبقى موجود. وما اكثرهم على فكره عشان تبقوا عارفين يعني. ويا ريت بقى انه مع بدايه عمل اتحاد الكوره اولا يشوف يستفيد ازاي من كابتن ياسر عبد الرؤوف ولجنته، لانه الناس محترمه حتى لو كانت هناك اخطاء بتحدث، وده عادي جدا. وعلى فكره الاخطاء كمان بتبقى من شخصيه الحكام نفسهم، يعني يجي لك مثلا حكم ايه، والله العظيم ما قصدي حاجه، حكم مش عارف اللوائح، يعني ايه مش مذاكر القانون، في حكام مش مذاكرين القانون، في حكام بيخطئوا في تطبيق القانون، زي ما حدث امبارح مثلا، وزي ما حصل قبل كده، وزي ما هيحصل بعد كده، في حكام بيخطئوا في تطبيق القانون. فيجي لك هذا الحكم هو بيسيء للجنه كلها من اولها لاخرها. يعني امبارح محمد الحنفي صفر هدف، والمساعد ادى هدف، والرابع اكد هدف، الراجل بتاع الفار هو اللي جابه، فلما بيروح ويرجع وبتاع هنا بقى بتحصل حدوته والقصه والليله يعني. فاللي عايز اقوله انه موضوع الخبير الاجنبي للتحكيم اصبح لا مفر منه، ويبدو ان المهندس انا ابو ريده مجهز. اللي انا عرفته قبل كده انه كان ناوي يجيب كلينا ويجيب بوساكا ويجيب الاسماء العظيمه دي كلها تحاضر ويقعدوا الفترات، يعني يقعدوا اسبوع في مصر يحضروا ويتابعوا مباريات و و و لكن ما يتردد الان انه لا، ده هم خلاص اتفقوا نهائيا مع احد خبراء التحكيم سواء كان انجليزي او الماني لاداره ملف التحكيم في مصر. اتمنى انه هذا الامر يحدث. دي نقطه. النقطه الثانيه الحقيقه عايز اتكلم فيها ان مباراه الاهلي وانبي في دوري الرابطه او في كاس الرابطه يوم 10 من ديسمبر، والاهلي عنده مباراه يوم 14 مع نادي انبي، مع الفائز من باتشوكا المكسيكي و بوتافوجو البرازيلي في نصف نهائي كاس التحدي. فالاهلي قرر السفر يوم 10، وهنا احنا مش بنهزر بقى، احنا في بطوله تقيله، بطوله كبيره جدا يعني. فالاهلي قال لهم يا جماعه انا يوم 10 مسافر، فشوفوا تقدروا تعملوا ايه. اذا لم يتم تاجيل او ترحيل هذا اللقاء، وده مش في الدوري العام، ده في الرابطه يعني، إذا لم يتم فالأهلي هيعتذر عن المشاركة، يعني الأهلي مش هينسحب من المباراة ويكمل البطولة، هي بنظام المجموعات، ومجموعة الأهلي 4 أندية على فكرة. فلسه الأمور ما زالت حتى هذه اللحظة مش باينة، مش واضحة، هل سيتم تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة، ولا هتفضل في ميعادها وبالتالي الأهلي ينسحب من البطولة؟ هنا عندك مشكلة، نتمنى إنه يتم يعني حلها. يعني زي ما قلنا امبارح انه كابتن محمود الخطيب بناء على نصيحة وتوجيهات السادة الافاضل الاطباء اعتذر عن السفر لامريكا، وسافر المهندس خالد مرتجي، وكانت هناك محاولات مستميتة للحاق كابتن الخطيب بمرتجي، لكنه الدكاترة رفضوا رفض تام،
خالص، لأنه قالوا الأمر ما يسمحش يعني، فلن يسافر كابتن محمود الخطيب، وبنتمنى له وبندعي له يا رب بالشفاء العاجل والعودة سريعا إلى النادي الأهلي، حتى ما حضرش الجمعية العمومية اللي كان مقرر فيها انتخاب نائب للرئيس، ولم تكتمل احتراما للراحل الكبير السيد العامري فاروق، وأيضا لجهود المجلس عبر السنوات الماضية واللي قبل فيها المجلس بلاء حسنا. فالكابتن الخطيب لن يسافر، ومحاولات إيجاد بديل ليه طبعا، لأنه تأشيرة أمريكا بتاخد وقت شوية، وكان البديل هو كابتن مصطفى عبده، لكن ما نجحوش في إنهاء الإجراءات التأشيرة، والقرعة هتكون إن شاء الله في مدينة ميامي بعد غد إن شاء الله. كابتن حسام غالي هو رئيس بعثة النادي الأهلي في ماتش أيرلاند وبيراتس الجنوب أفريقي. حسام بينسق مع الإدارة، إدارة الكورة، في كل ما يخص مقر وإقامة البعثة، توفير أفضل الأجواء اللي بتساعد الجهاز الفني واللعيبة على إن شاء الله النجاح. وكابتن سامي قمصان هيسافر مبكرا مع الكابتن سمير عدلي عشان ترتيب كل الإجراءات هناك في نعم حاضر في ترتيب كل شيء في جنوب افريقيا. والاهلي واخد الشيف محمد فرحات معاه، والاهلي دائما وابدا بيسافر بهذا يعني الشيف، ودايما بيبقى محضر نفسه كده. في خبر سعيد، الاهلي فتح باب الاشتراك في العضويه للمصريين المقيمين في دول الخليج، وهيبعت وفد رسمي من 4 ل 19 ديسمبر عشان يستقبل كل الراغبين في الاشتراك بعضويه النادي. ان شاء الله الكل يستفيد من ده. تعالى بقى لخبر مهم، وهو التصنيف المحتمل للفرق في كاس العالم للانديه. بس ارفع ايديك كده فوق وقول اهلي. ايوه اهلي اللي مشرف مصر دايما يعني، لانه هتسمع اسماء الانديه. المحتمل في التصنيف الاول او المستوى الاول هيبقى ريال مدريد الاسباني، مانشستر سيتي الانجليزي، بايرن ميونخ الالماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريفر بليت الارجنتيني، فلامينجو البرازيلي، فلومينينسي البرازيلي، بالميراس البرازيلي. دول التصنيف الاول. المستوى الثاني يوفنتوس الايطالي، تشيلسي الانجليزي، بروسيا دورتموند الالماني، اتلتيكو مدريد الاسباني، بنفيكا البرتغالي، بورتو البرتغالي، انتر ميلان الايطالي، بوكا جونيورز الارجنتيني. التصنيف الثالث ريد بول سالسبورج النمساوي، الاهلي، الوداد، الهلال، اولسان الكوري، مونتيري المكسيكي، كلاب ليون المكسيكي، وبوتافوجو البرازيلي. التصنيف الرابع الترجي، سان داونز، العين، باتشوكا، سياتل ساوندرز الامريكي، انتر ميامي الامريكي، اوكلاند النيوزيلندي، واوراوا الياباني. ادي تصنيف العالم، تصنيف الأندية في العالم اللي الأهلي هيكون مشارك فيها بإذن الله. بنتمنى التوفيق للجميع، وبنتمنى إن شاء الله للفرق العربية والفرق الإفريقية كل التوفيق، ودايما الأهلي مشرف مصر بتواجده وسط هذه الكوكبة الرائعة من أعظم أندية العالم. مهمة صعبة على النادي الأهلي، الأهلي في المستوى الثالث مع هؤلاء الكبار، لكننا إن شاء الله نأمل ونتمنى ونحلم إن شاء الله إن الأهلي يعمل مسيرة طيبة ويعمل نتائج طيبة، خصوصا إن الجماهير تعودت من النادي الأهلي إنه دائما وأبدا أو معظم الأوقات بيحصد إحدى الميداليات. كل التمنيات للنادي الأهلي. النهاردة كان في مباريات في دوري القسم الثاني، او زي ما بندلعه في مصر بنسميه دوري المحترفين. النتائج جاءت كالتالي: لافينا خسر من الداخليه 3-2، بيروت خسر من منتخب السويس 3-1، رايا تعادل مع بترول اسيوط بدون اهداف، المقاولين العرب واصل نتائجه الرائعه وفاز على اسوان بهدفين مقابل لا شيء، وابو قير خسر من القناة 2-1، وادي دجلة أضاع نقطتين ثمينتين مع فريق بنفسه وهو فريق نادي وي، ونتيجة التعادل بدون أهداف. دي نتائج دوري المحترفين.
انبي النهارده قرر انه يوجه الشكر للكابتن سيد ياسين بعد ما فاز امبارح على الاسماعيلي وحقق اول فوز، وعين كابتن محمد اسماعيل اللي هو كان مدير الكوره بقاله سنتين تقريبا، عينه مديرا فنيا، وحط معاه كابتن هاني عبد الله مدرب عام، ورضا فداوي مدرب عام، وابراهيم محمد مديرا للكره، وتامر السيد مديرا اداريا للفريق. هو التغيير بس توقيته غريب شويه، لكنه كل واحد أدرى باللي بيحصل وأدرى بظروف فرقته شكلها عاملة إزاي. في بطولة عندنا في مصر محتارة الحقيقة، محتارة، وهي بطولة السوبر للبنات. كان الاتحاد المصري هيعمل مباراة دي بين وادي دجلة ونادي مسار اللي هنيناه لما خد الميدالية البرونزية في كأس أفريقيا لسه من ايام في المغرب، وعمل انجاز ما بعده انجاز في اول مشاركه ليه، كان قريب من النهائي على فكره، خسر في الوقت بدل الضايع من الجيش الملكي المغربي، ثم فاز بالمركز الثالث بضربات الترجيح. البطوله بالسوبر كانت ما بين مسار ووادي دجله، وادي دجله كان اعتذر لانها كانت الغيت من قبل من قبل الاتحاد، فالاتحاد حددها تاني، فوادي دجله اعتذر تاني، المسؤولين في اتحاد الكوره رجعوا تواصلوا مع نادي زد، لكن واضح ان نادي زد اعتذر هو الاخر، وبالتالي قرر الاتحاد المصري لكره القدم الغاء هذه البطوله. يعني يا ريت بقى من السنه الجايه يعملوا لها شكل كويس وتنظيم كويس. وانا بقول لكم من دلوقتي انه الدوري المصري لكره السيدات صحيح مش المستوى المأمول قوي، لكن بقى في كره قدم للسيدات. قعدنا فتره طويله جدا بعض عمال يضحك علينا ويقول لك عملنا كرة قدم ودخلنا كرة قدم، وطلع كل ده كلام فارغ. فالحقيقة كل الإشادة بدكتورة دينا الرفاعي الحقيقة، رغم أنها ستترك منصبها بعد أيام قليلة، لكنها كافحت وجادت، والكلام ده كان على يدي، وكان قبلها سهر عبد الحق الحقيقة، اشتغلوا بقوة شديدة جدا عشان الكرة النسائية لحد ما نجحوا، ونجحت دينا الرفاعي أنها تعمل دوري قوي، ساعدها الاتحاد الإفريقي طبعا، ووصلنا الى دوري في اهلي وزمالك واتحاد ومصري وبيراميدز وزد وكل الانديه او معظم انديه الدوري الممتاز، وان شاء الله القادم يكون افضل. طبعا الاتحاد الافريقي ساعد بلوائحه، والاتحاد الدولي ايضا ساعد بلوائحه الملزمه، لكنه بقى في دوري وبقى في محترفات وبقى في نتائج وبقينا نتابع ومنافسات الاهلي والزمالك والانديه وباقي الانديه، والامر ماشي بشكل جيد. لكن الحقيقه انا ليا ملحوظه لازم اقولها يعني، والملحوظه دي بتتلخص في انه الاتحاد المصري عامل الفوز بنسبه الاهداف، يعني ممكن تحدد البطل بنسبه الاهداف في الاخر. ففي انديه بتنسحب، تيجي قدام الاهلي مثلا جاي منسحب، قدام نادي تاني ما ينسحبش، فلما بينسحب بتتحسب النتيجه 2-0 باين او 3-0، 2-0، فيجي هذا النادي بيلعب مع نادي تاني داخل في المنافسه فيخسر 10، فهنا فرق السكور بيبقى عالي جدا يعني. فأنا بطالب اتحاد الكرة الحقيقة أنه يبص في هذه الأزمة، يبص في هذا الموضوع، لأنه هيبقى أنفير سواء للأهلي أو لغيره يعني. فأتمنى أنه الموضوع ده يتم إعادة البحث فيه من أول وجديد، لأنه كمان موضوع مش جيد يعني. وبعدين اللي ينسحب يقول له بالسلامة، خلاص أول ما تنسحب بالسلامة روح، خلاص مش هتلعب، ما بقى لكش وجود يعني، وتبقى تخلص الحدوتة عند هذا الأمر يعني. الحقيقة ما كنا عملنا المسابقة من فترة للي يفوزوا بالتيشيرتات وأعلنا الأسماء، لكنه هنعلن أسماء تانية مرة تانية، إنه في ناس مش عارفين نجيبهم يعني. في ناس أنا وعدتهم بيني وبينهم هنبعت لهم يعني التيشيرتات دول خلاص أكيد، لكن اللي هيحضروا إن شاء الله بيتم دايما مع زملائنا في فريق الإعداد اللي هيكونوا متواجدين يعني إن شاء الله، أو اللي هنبعت لهم التيشيرتات اللي فازوا بيها. يسري عبد الرازق، عصام علي ده من ذوي الهمم، مروه عبد العال دي من كندا، سامح عوني، مظهر جمال احمد، وائل زياده، مصطفى منتصر يونس، ضياء فلاح ابو ادم، موسى محمد، وائل الفوال، محمد حمدي. دول خلاص. اللي مش عارفين نجيبهم بقى نوره الحكيم والبوب إيهاب وحاسم، فدول يا ريت يعني يبعتوا لنا يقولوا لنا نقدر نتواصل معاهم ازاي عشان نوصل لهم هديتنا ازاي.
قبل ما اطلع لفاصل الحقيقه عايز اتكلم كلمتين مهمين، وهي عن المرحله القادمه للنادي الاهلي. النادي الاهلي في المرحله القادمه محتاج الجميع، واكتر حد محتاجه هم ابنائه، وابنائه هنا بتكلم على مشجعيه. ولما بتكلم على مشجعي الاهلي دلوقتي بتكلم على مشجعي الاهلي سواء في الملاعب، لانه امبارح المنظر زعلني جدا. لو شفت الصوره اقل عدد من الجماهير يحضر للاهلي في هذا الموسم كان بالامس. ماليش دعوه المباراه بتاعت البنك ولا بتاعت الاهلي، ما يهمنيش، لكن اللي يهمني ان جمهور الاهلي يكون متواجد دائما وابدا في المباريات. فاحنا بنتكلم في 15000، ما حضرش امبارح 500، ما يكملوش 500 امبارح، ده بالمبالغه يعني، ان لم يزيدوا عن 200 او 300 يعني. لحد ما يتم حل ازمه التذاكر دي، وفي وعود كتيره جدا انا بسمع عنها يا رب تتنفذ باذن الله. ومجلس اداره النادي الاهلي ما بيأخرش يعني اي فرصه، او ما بيستناش اي فرصه، وبيحاول بكل الطرق انه يحل هذه الازمه. فانا بتمنى المسانده الجماهيريه اولا في المدرجات. نمره 2، لا يخفى على احد ان السوشيال ميديا بقت دلوقتي شيء لو اعتبرناه شخص او اعتبرناه جمهور بقى حاجه قويه جدا، ولها دور فعال شديد جدا 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 جدا. فانت قدام حضرتك ثلاث حاجات. الحاجه الاولى انك تظل على تشجيع فريقك مع انتقاد بعض الاخطاء، ده طبيعي جدا، وكون شاكر ليك لو عملت كده، بس النقد اللي بحب، النقد اللي يوصل للنجاح، النقد اللي يوصل للانتصارات والبطولات. فانت مسانده وترفع شعار على الحلوه والمره، 100 فل و14، ما تسخنش مع حد، تنتقد النهارده الراجل ما كانش موفق، اللعيب ده ما كانش مش عارف ايه، القصه ايه، الراي ايه، كل ده جميل ولا احد يقدر يزايد ولا يتكلم معاك عليه خالص، ده واحد. نمره 2، ان حضرتك تسكت، وده ضرر كبير جدا، لانه في غيرك بيتكلم ويبدا يجرح وبيبدا يوقع. فحضرتك سكتك هنا ليس فضيله ومش من ذهب، سكوتك هنا بالعكس بتدي فرصة للغير انه يركب على اكتافك، وانه من نتيجة مباراة هيعمل لنفسه هيصة ودوشة ويصور للناس انه البطل، وانه 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 ترجع انت بقى عشان تعيد ترتيب البيت وتعيد ترتيب اوراقك و يكون سبقك بشوية. ده على السوشيال ميديا وعلى جدول الدوري عشان نكون امنا يعني. ادي 2. نمرة 3، انك تشارك في الهجوم، ودي الكارثة. انا قلت لك في الاول من حقك ان تنتقد، انا هنا انتقدت والنهاردة انتقدت وامبارح انتقدت، لكن المساندة والتأييد والدعم دول ما فيش فيهم انفصال، تفضل مساند وداعم ومؤيد. وافكرك ان انت السنة اللي فاتت بدأت برضو بداية صعبة جدا بخسارة السوبر الافريقي وخسارة الدوري الافريقي، وفي الدوري اتخبطنا كم ماتش في الاول لدرجه انا قلت انا ده احنا محتاجين نكسب يجي 17 18 مباراه ورا بعض هنكسبهم ازاي، كسبنا 22 مباراه او 21 مباراه ما شاء الله. فما اشبه الليله بالبارحه، بس البارحه دي احنا عديناها ازاي؟ بفضل الله ثم حضرتك، لانه دعمكم كان رهيب جدا كبير جدا. مش عايزين بقى كل ما ماتش مثلا ما نسجلش اهداف نقول الازمه والهداف والقصه، عايزين حد جنب اسامه ابو علي. ماتش جاي كهربا جايب جونين، كهربا وحبيبنا ولازم يكون في الملعب، ما احنا عندنا وسام وكهربا، مش عايزين حد تاني. حتى ارانا بتبقى متقلبه متغيره، لا خلينا نظام المسانده. انت شايف ان احنا محتاجين فرود قول، لكن واحد بيقول لك بقى خلاص والمجلس وكفايه عليه كده وما يسمعونا حسهم يا عم في ايه؟ يا عم في ايه؟ احنا لسه بنقول يا هادي، لسه متعادلين مبارتين، وانا اللي بقول لك الدوري ده متكلفت هيجري بسرعه. فمن فضلكم المساندة والتأييد بالحب بالاحترام بالانتماء، ودايما افتكر على الحلوة والمرة معاه. واخواننا الأعزاء اللي بيروحوا الماتشات ما تبعدش عن الماتشات، وحاول تاخد أكبر عدد يكون موجود معاك هناك، لأنه ده مهم جدا. المساندة المساندة المساندة، المؤازرة، التشجيع. يعني أنا متأكد لو الأهلي مثلا عنده ماتش في المنصورة هتلاقي الملعب عن آخره،
لان كل جماهير الاهلي اللي هناك هتروح، او عنده ماتش في طنطا، او عنده ماتش في المحله، او عنده ماتش في اسكندريه، او لكنه ما يبقاش انا بلعب هنا في القاهره. هو طبعا هيقول لي استاد السلام والمشوار والقصه، لا، في اي حته انتوا ورا النادي الاهلي، في اي حته انتوا بتشجعوا النادي الاهلي، في اي حته انتوا سبب رئيسي في انتصارات النادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين، بعد الفاصل النجم ايمن اشرف هيكون في ضيافه حارس الاهلي ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما سمعتوا كده في التقرير من الزميل عزيز فيصل زيدان قيمه هذا النجم الحقيقه، لانه بجد نجم بمعنى الكلمه، اخلاق واحترام وادب وتدريب، وحتى في اللحظه المصيريه انه يسيب فيها النادي كان بمنتهى الحب وبمنتهى الاحترام وبمنتهى التقدير، تاركا اجمل صوره واجمل ذكرى داخل النادي الاهلي. حواره في الملعب حدث ولا حرج، من حيث الرجوله ومن حيث القوه ومن حيث الجدعنه، علاقاته بزملائه، علاقاته بالجمهور، علاقاته بالإعلام، ما في حد أبدا إلا واتكلم عنه بكل حب وبكل احترام وبكل تقدير. دخل النادي الأهلي يعني شابا يافعا جميلا، وخرج منه وهو نجم في كامل الشهرة وفي كامل العنفوان، خرج منه فقط كلاعب، ولكن تظل ذكراه ويظل اسمه ويظل عطاءه ويظل تقديره ويظل حتى هذه اللحظة في كل مكان الكل بيقدره وبيحترم، ولما لا وهو ايمن اشرف نجم النادي الاهلي سابقا والبنك الاهلي حاليا. ايمن مساء الفل. مساء الفل يا كابتن شوبير، بمسى على حضرتك وبمسى الساده المشاهدين. مبسوط ان انا معاك النهارده، قيمه كبيره. ربنا يخليك. ويعني شرف كبير ليا ان انا اكون مع حضرتك النهارده يعني. احنا اللي متشرفين بيك، وبنشكر اداره البنك الاهلي سياده اللي هو اشرف نصار الحقيقه. راجل مجرد ما قلنا له لا يتاخر عننا. اعتقد انت محظوظ قوي ايمن، اداره النادي الاهلي مع كابتن محمود الخطيب ورفاقه، ثم اداره النادي نادي البنك الاهلي مع سياده اللي هو اشرف نصار ورفاقه. بعتقد برضه بيبقى من حسن حظ البني ادم انه بيقع في ايد ناس محترمين. طبعا يعني زي ما حضرتك قلت كده، يعني اللي هو اشرف نصار من الشخصيات المحترمه جدا، الاب لينا، وشخصيه يعني مؤدبة، وشخصية بيتعامل مع اللعيبة بكل حب وبكل احترام. يعني قريبين شوية يعني. نعم. السيستم في النادي الأهلي قريبين. يعني بيحاولوا يكونوا قريبين شوية من النادي الأهلي. في تشابه طبعا في شوية ما بين كابتن محمود الخطيب واللي هو أشرف في الاحترام والأدب وقد ايه بيحتوي اللعيبة. فيعني الواحد طبعا يعني مبسوط ان هو بيلعب في نادي البنك الاهلي دلوقتي. لا صحيح، ونادي محترم ونادي جميل. لكنه عايز اسالك يعني، لما ببص على فرقه البنك الاهلي مثلا على الثلاث ماتشات قدام الاهلي 0-0 وماتش رائع في الشوط الاول، قدام الزمالك 3-2 ومباراه في كلام كتير على الهدف الثالث، ضربه الجزاء اللي احتسبت وخسر بها الفريق في الثانيه الاخيره، قدام بيراميدز من اقوى واجمل العروض خصوصا الشوط الاول، كنتوا متقدمين وضيعتوا اربع فرص مؤكده، ان حتى قدام فاركو لما تعادلتوا 0-0 قدمتوا عرض رائع وكنتوا قريبين من الفوز. بحس انه الفرقه بادارتها ومدربها كابتن طارق مصطفى، مدربين محترمين جدا، نتائجها بلعبتها طبعا مش على قد امكانياتها. طبعا يعني زي ما حضرتك قلت كده كابتن شوبير، احنا عملنا ماتشات قويه جدا يعني. أيوة. يمكن اول اربع ماتشات عملنا ماتشات قويه جدا، لكن كان بيقابلنا سوء توفيق غريب يعني. كابتن طارق بيشتغل في الملعب بشكل كويس جدا، وبيتعامل مع اللعيبه كلها بشكل محترم يعني. لكن في سوء توفيق غريب يعني، احنا بنبقى كويسين في الماتشات وبنأدي اداء متميز يعني. لكن في الاخر بتخسر ماتشات وبتتعادل يعني. بتتعادل في ماتشات. بتمنى ان احنا الفتره اللي جايه ان الفرص اللي بتجيلنا وبنضيعها يعني، في فرص بنضيع فرص كتيره. صحيح. جدا صحيح. بنتمنى ان احنا في الفرص دي نحاول نترجمها يعني بشكل كويس يعني الفتره الجايه.
ايمن، الناس بتسال عنك، انا عارف انك كنت بدات بدايه الموسم كنت مصاب وابتعدت عن الفرقه، لكن حالتك دلوقتي شكلها ايه؟ دخولك مع الفريق هيبقى امتى ان شاء الله؟ والله انا فعلا يعني في اخر فتره الاعداد كده جالي شد في ظهري، قعدت فيه بتاع من 10 ل 12 يوم كده. نعم. قبل ما رجعت كان في لعيبه طبعا كانت بتتمرن وكانت موجوده بشكل مستمر، ولعيبه يعني لعيبه اسماء كبيره ولعيبه كويسه جدا زي عبد الغني وزي الجزار وزي سعيد وفي امير مدحت، في لعيبه كويسين جدا واحمد ياسين. ف يعني اشتغلوا كويس. انا طبعا رجعت من الاصابه، كان في ناس خلاص يعني كابتن طارق استقر عليها، فبداوا الموسم والموسم هم كانوا في الماتشات كويسين جدا، ف يعني فضل ان هو يحافظ على الشكل. اتمنى طبعا الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله واحده واحده ادخل ان شاء الله. بس ايمن اشرف دايما كنت تلعب باك ليفت، ساعات تلعب في وسط الملعب، ساعات تلعب سيرد باك، واللي انت تألقت فيه بقى سواء مع الاهلي او مع المنتخب، دلوقتي هو بقيت خلاص مساك، ما ينفعش ايمن يروح ناحيه الشمال او يروح في وسط الملعب؟ لا يعني انا كابتن طارق لما اتكلم معايا قال لي انا هحتاجك هنا وهنا، يعني تبقى موجود معايا هنا وهنا. في ماتشات الوديه بتاعت فتره اعداد لعبت هنا ولعبت هنا يعني. والحمد لله يعني الامور كويسه، يعني كان في فتره اعداد عملت فتره اعداد كويسه جدا. لكن الحمد لله يعني في شويه يعني النصيب ما حالفنيش ان انا اكمل فتره اعداد ابدا الدوري يعني. لكن في الاخر هي بتبقى قدر يعني من عند ربنا، وان شاء الله الفتره اللي جايه اكون متواجد يعني باذن الله. مع نظام الدوري الجديد والمفاجات، يعني انا مثلا نسيت في المقدمه ان انا احيي فاركو كابتن احمد خطاب، الراجل ده بأقل القليل الحقيقة عمل السنة فات قعد الفريق في الدوري فيما يشبه المعجزة، ودلوقتي عنده 7 نقاط، كسبان أهو كمان بتروجيت النهاردة، ونتائجه أكتر من ممتازة وأكتر من رائعة، وكل التحية لإدارة فاركو للكابتن أحمد خطاب. وشايف المصري متصدر الدوري، كسبان زمالك وكسبان بيراميدز، ومش هيلعبهم تاني إلا بقى لما لو كانوا ضمن التسعة هم كلهم يعني. ف دخول المصري في المنافسة مبكرا، نتائج بعض الفرق زي فاركو، هل ده بيدي حافز للبنك الاهلي انه ما انت اما تبقى في التسعة اللي بيلعبوا على البطولة يا التسعة اللي لا يقدر بيلعبوا على الهروب من الهبوط، الحوافز اللي موجودة عندكم؟ طبعا احنا كنا قبل ما القرعة تتحط واحنا بنحط حوافز نفسنا ان احنا نبقى في التسعة اللي قدام، لكن احنا القرعة لما اتعملت كان عندنا من اول 4 ماتشات ثلاث فرق، زمالك بيراميدز بالظبط. نعم. فبالنسبه لنا الماتشات صعبه مش سهله، صح. لكن احنا لسه عندنا الامل ان احنا نخش في التسعه اللي في الاول. طبعا الدوري السنه دي مختلف متكلفت تماما، زي ما بقول متكلفت طبعا يعني. كل ماتش بالنسبه لك كاس بالظبط كده، يعني كل ماتش بالنسبه لك لو ما خدتش 3 بونت لازم تاخد البونت، ما ينفعش تخسر بالزبط. يعني لازم فبتمنى الفترة اللي جاية يعني ان شاء الله نشتغل على الجزئية ديت بشكل كويس. احنا خلاص يعني يعتبر خلصنا الفرق اللي هي يعني الأشد صعوبة، لكن الأشد صعوبة، مفيش ماتشات سهلة، لا مفيش ماتشات سهلة، لكن الماتشات اللي بعد كده هتبقى شوية فيها ستريس على اللعيبة، لأن انت هتقابل الفرق اللي قريبين منك في المستويات، فتبتدي شويه وانت داخل مضغوط، هيبقى معاك بنقطة اقل، فانت تبقى داخل مضغوط عليهم يعني. ايمن انت قصه طويله يعني ما بين سموحه، تليفونات بين سويف مظبوط؟ يعني 3 شهور تقريبا، بس دي اسرع، كانت اسرع حاجه لان كان وقتها. احكي لي شويه. انا كنت رحت تليفونات بين سويف اعاره من الاهلي. من الاهلي كويس. رحت اعاره 6 شهور الفترة دي اللي حصل فيها مجزرة بورسعيد، فالدوري اتلغى، فرجعت الاهلي تاني. كويس. بس يعني قبليها طبعا انا لعبت مع كابتن حسام 2009 2009. حسام صاحب الفضل الاكبر عليك، حسام طبعا البدر. يعني كابتن حسام طبعا يعني بعد ربنا حسام هو كابتن حسام البدري طبعا يعني صاحب الفضل بعد ربنا، ان هو حطيني على اول الطريق. هو اللي غير لك من مركزك؟ احكي لي شويه يعني ايه ما بين السرد باك او ما بين المساك، ما بحبش اقول دلوقتي سرد باك، ما بين المساك وما بين الباك ليفت، ما بين الهاف ديفندر ساعات كمان. انا بدات اغير في المساك في سموحه. في سموحه بدات اغير شويه في سموحه. فلما كابتن حسام شافني في سموحه بلعب مساك وبلعب باك ليفت. مين اللي غير لك مركزك في سموحه؟ كابتن حلمي طولون. عنده عين جامده جدا شاطر قوي. يعني مدربين المحترمين جدا. صح، حلمي طولون صح، يعني راجل خبره كبيره يعني.
بتليفونات ما لحقتش تلعب عشان اللي حصل في بورسعيد. تقريبا لعبت 3 ماتشات تقريبا. كويس. ورجعت بعد كده. قعدت للنادي الاهلي. قعدت فتره كان مستر مانويل كان هو اللي ماسك. نزلت فتره ناشئين وبعد كده طلعت تاني. لعبت معاه فتره. وبعد كده كابتن حسام كابتن محمد يوسف جه مسك الفريق. خلصت يعني الفتره دي بتاعت كابتن محمد يوسف ما لعبتش فيها كتير. فطلبت ان انا اطلع عرى سموحه. كويس. طلعت عارة سموحة لعبت أول سنة يعني طلعت عارة سنة عملت موسم كويس جدا. طيب. نادي سموحة طلب إن هو يشتريني من النادي الأهلي فالنادي الأهلي وافق فكملت 3 سنين في سموحة وبعد كده عدت للنادي الأهلي. 3 سنين كاملين عادك كامل مع سموحة؟ 3 سنين غير السنة يعني لعبت 4 سنين هناك. ما شاء الله. 4 مواسم. يعني 4 مواسم. يعني كنت بيع كامل مش إعارة بس. أنا رحت أول سنة بس إعارة وبعد كده اشتروني 3 سنين. قعدت 4 سنين في سموحة. قعدت 4 سنين في سموحة. برجع الأهلي اشتراك. قعدت 6 سنين في الأهلي. حلو. وبعد كده دلوقتي بقى في البنك الأهلي ده تاني موسم ليا. خلصت عقدك أصلا مع النادي الأهلي. خلصت عقدي العقد كان بتاعي خلص في النادي الأهلي ومشيت أنا تقريبا بروح الأندية فري. وده كويس على فكرة مصلحتك ومصلحتهم يعني حتى مش هتعبوا في التفاوض مع نادي. في نفس الوقت المقابل بالنسبه لك بدل ما يدفع مبلغ كبير لنادي يبقى التفاوض معاك مباشره. انا عارف ان انت سلس قوي في التفاوض مع جدا ما عندكش مشاكل يعني. خلينا نتكلم على اغلى البطولات واهم اللحظات اللي كانت لايمن اشرف في النادي الاهلي. انت جيت بقى وبدا طوفان الانتصارات والنجاحات وعوده البطولات للنادي الاهلي. طبعا يعني الجيل بتاعنا كان محتاج يعني كنا خدنا دوري والسنة اللي قبليها وكنا محتاجين ان احنا ناخد افريقيا يعني كان من اغلى البطولات طبعا بطولة افريقيا 2020 يعني طبعا بتاعت القضية كانت بطولة هي الاغلى طبعا وتاني بطولة بعديها دوري 2019 دوري 2019 تاني بطولة بعد القضية اشمعنى الدوري لان كان انت كنت بعيد جدا عن البطولة وكان فرق بينك وبين صحيح كان فرق كبير 11 بونت وكنت بعيد يعني او جدا وكان في حرب بقى مش جوه جوزي كان لا كان لاسارتي كان لاسارتي لاسارتي كانت بطولة يعني كان في حرب بره وجوه ده كان في ناس ساعتها تقول لك الاهلي ضمن البقاء في الدوري الممتاز الحمد لله كده أيوة. ضمن البقاء في الدوري الممتاز بالظبط كده وكان في حرب بقى كلام وحرب افعال وحاجات بتحصل فكانت الامور كانت صعبه وقتها جدا وانت كنت وقتها خارج من افريقيا بهزيمه قاسيه فكنت محتاج انك تعوض تفرح الجمهور في بطوله الدوري انت حققت البطوله بعد عمل شاق جدا وانت حققتها قبل النهايه باسبوع او اسبوعين كمان يعني كانت الاخر خالص فكان ليها فرحه حلوه جدا بطوله يعني. الدوري 2019 حلو وبطوله القاضيه دي بالنسبه لك دول من اغلى اتنين عايز واحنا يعني من الناس اللي كنا متفقين معاهم يجي في اسبوع القاضيه كان ايمن بس طبعا ظروف الماتشات هناك وكان في ماتش الاهلي والبنك الاهلي فقلنا مش من الذوق ولا من اللائق ان احنا نستضيفه هم كان عندهم ماتش الاهلي لكن فرصه اسالك عن القاضيه واستعداداتها وظروفها احنا خلصنا اسبوع القاضيه لكن السنه بتفضل طول عمرها قاضيه يعني ما تتنسيش خاصه ان انت قلت ان دي من اهم الذكريات بالنسبه لك طبعا يعني كل جمعه بنفتكر القاضيه يعني لا يعني ليها احاسيس مختلفه عن اي بطوله لان هي بطوله جت بصعوبه جدا في حتى في من اول بطوله في دور المجموعات انت عديت بصعوبه برضو والادوار اللي بعد كده كانت ماتشات قويه جدا فوصلت النهائي طبعا فريق كبير زي فريق نادي الزمالك طبعا فالفرحه بتبقى فرحتين وانك ما خدتش البطوله دي من 7 سنين قبليها فطبعا والجيل ده كان محتاج ان هو ياخد البطوله دي يا كابتن شوبير يعني كان محتاج البطولة ياخد البطوله ديت لان الجيل ده كان تعب يعني قبليها وشاف يعني حاجات مش كويسه يعني نتائج مش كويسه وكان محتاج ان هو يفرح ببطوله كبيره زي ما كانوا بيقللوا منكم ساعتها بيقول لك هتعملوا ايه قدام زيزو بن شرقي وفرجاني ساسي والنجاز واسماء طبعا اسماء طارق حامد اظن اسماء كبيره في نادي الزمالك كان دايما في يعني ايه تقليل من شان لاعبي النادي الاهلي وحد راح عند النادي الاهلي وعلق يافطة اوعى تنام مش عارف السوبر بكره مش عارف ايه القصص والحاجات دي كنت بتقابله الكلام ده ازاي بالعكس يعني الكلام ده كان بيحفزنا اكتر يعني تحفيز بيحفزنا اكتر يعني بالنسبه لنا احنا لعيبه النادي الاهلي لا تقل فنيا
اسماء حتى لا تقل عن يعني وقتها اسماء نادي الزمالك، بالعكس احنا كان اسماء اللعيبه اللي موجوده كلها اسماء كبيره. وكان ده بالنسبه لنا الحاجات اللي كانت بتحصل قدامنا، كنا بناخدها بجانب ايجابي يعني كحافز. كحافز طبعا انك بتحارب على البطوله ديت تفرح جمهورك وهتركب يعني الجيل ده ركب يعني لحد النهارده الجيل ده راكب يعني. امتى حسيت ان المباراه دي رايحه طول الوقت رايحه وجايه؟ امتى حسيت بقى ان المباراه دي بتاعه النادي الاهلي؟ بس الاوقات الصعبه داخل المباراه كانت الاوقات الصعبه كره حسين الشحات. حسين الشحات اللي في القائم. يعني اول ما ضاعت انا زعقت جامد فيه. فياسر كان واقف جنبي قال لي اهدى اهدى انا والله هنكسب هنكسب والله. ياسر ياسر ابراهيم. فانا يعني قلقت شويه. قلقت شويه بصراحه لان هي كانت سهله جدا. جون مفتوح. جون مفتوح جون فاضي وحطها في العارضه فدي بالنسبه لي كانت مقلقه شويه. ايوه. بعديها لما كره زيزو شاطها وجت في العارضه خلاص رجعت لي تاني. والله رجعت خلاص الماتش ده بتاعنا. لان احنا الشوط الثاني نزلنا كنا احسن ده يعني صحيح. احنا الشوط الثاني كنا احسن كتير. ما اعرفش اصل في مقوله قال لك انه الزمالك كان افضل لما قعدت عدت المباراه 500 مره الاهلي كان اخطر واحنا كنا اكثر وصولا للمرمى واحنا اكثر تهديدا واكثر سيطره. هو صحيح جبنا الجون بدري بتاع عمرو السليه فرحنا شويه فتقهقرنا شويه لكن لا توجد فرص للزمالك في هذا اللقاء. بالظبط كده. نعم. يعني احنا نعم. فعلا احنا بعد ما جبنا الجون. ودي ما كانتش تعليمات موسيميني. ايوه. ان احنا نتراجع كده. احنا تراجعنا قلقنا شويه. من الضغوط اللي كانت موجوده قبل الماتش. صحيح. لكن الشوط الثاني احنا نزلنا كنا كويسين جدا. نعم. يعني احنا مستحوذين على الكوره واحنا اللي بنوصل واحنا يعني احنا دايما مستحوذين في نص ملعب نادي الزمالك. لا يعني انا كنت شايف ان الماتش هو يعني الزمالك بعد ما احنا جبنا الجون كان كويس احنا الشوط الثاني كنا كويسين جدا كويسين جدا جدا كمان يعني. نعم. فهم يعني علشان هم برضو يصبروا نفسهم شويه فبيقولوا كده طبعا ده طبيعي فبيقولوا ان هم كانوا احسن في الماتش وكده. تعال نرجع بقى لعودتك للنادي الاهلي ومن ثم اختيارك في كاس العالم 2018 قصتك مع هكتور كوبر وقصتك مع كاس العالم احكي لي. انا الفتره دي كنت لسه راجع 2017 للنادي الاهلي. فانا الفتره دي ما لعبتش اول 6 شهور في النادي الاهلي لان انا ما كنتش بتقعد في افريقيا اللي هو ماتش الوداد. يعني كنت في سموحه متقيد في افريقيا فما عرفش ان انا اتقيد في افريقيا في النادي الاهلي. لكن فكنت انا كده كنت بروح المنتخب بس ما كنتش بلعب بشكل اساسي يعني. كان عبد الشافي كان بيلعب هو. انا كنت بروح المنتخب بلعب باك ليفت يعني كنت مصنف ان انا باك ليفت بس يعني. والباك ليفت الاساسي عبد الشافي. عبد الشافي الشخصيات المحترمه. وانا وكريم حافظ كنا معاه. عبد الشافي من الشخصيات المحترمه جدا جدا, جداً. شخصيه جداً. جميله وشخصيه مؤدبه وحد يعني تحب انك جداً. تقعد تتكلم معاه راجل سلس وجميل جدا يعني. حاجه جميله. يعني احنا عملنا فتره اعداد في ايطاليا والحمد لله يعني كان اسمي من ضمن الاسماء الموجوده في شاركت في مباريات ولا ما شاركتش في كاس العالم؟ لا ما شاركتش ما لعبتش في كنت انا وسعد تقريبا والونش وتقريبا ثلاث اربع لعيبه كمان ما شاركناش يعني. هو كان بيحب يثبت تشكيل كوبر. مع ان احنا كنا خلاص يعني كان اخر ماتش احنا كنا طلعنا يعني السعوديه احنا قلنا هيغير وكده لكن هو كان حابب ان احنا نطلع على الاقل بمكسب بس يعني ما حصلش نصيب من السعوديه. لكن تظل تجربه مهمه جدا بالنسبه لك انك قصه كفاح من الاهلي للتليفونات وبعدين العوده للاهلي وبعدين سموحه وبعدين عوده وبعدين اختيارك للفريق ال 22 لعيب اللي في كاس العالم شرف ما بعده شرف في عيب. طبعا يا كابتن يعني من يعني انك تروح كاس عالم يعني حتى لو قاعد على الدكه فده صحيح. شرف انك لابس تيشيرت منتخب مصر ده شرف لاي حد ان هو يكون لابس تيشيرت منتخب مصر وفخر ليا ان انا كنت موجود في كاس العالم يعني. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين نرجع نكمل حوارنا الممتع مع النجم اللي منورنا ايمن عاشور. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين بجد ترحيب بضيفي اللي منورني كابتن ايمن اشرف. خلينا ناخد المدربين بقى في حياتك ومحطات للمدربين. عايز تبدا من الناشئين ابدا عايز تبدا من الكبار ابدا زي ما انت عايز من داخل النادي الاهلي من خارج النادي الاهلي مصريين اجانب زي ما تحب تقول.
البداية طبعا يعني من وانا صغير كابتن بدر رجب وكابتن برضه كالعادة كابتن بدر رجب طبعا، بس ما اطلقش عليك اسم. لا اطلق عليا والله اسم الذكر. الذكر دايما يقول لي الذكر فهو يعني لا من اصحاب الناس، يعني من الناس اصحاب فضل عليا يعني. جميل بدر رجب طبعا، طبعا شخصيات الجميلة. نعم. وطبعا كابتن محمد وهبه وكابتن عادل عبد الرحمن المراحل بقى. كويس. كابتن محمد يوسف نطلع شويه فوق كابتن حسام بدر طبعا. كابتن حماده صدقي. نعم. في سموحه. حماده في سموحه فرق معاك جدا. جدا حماده كابتن حماده وكابتن حلمي طولان. وكابتن حلمي طولان. نعم. كابتن ضياء السيد في منتخب الشباب. ايوه تمام. فلا يعني مدربين علموا معايا علامات كبيره يعني. وطبعا يعني كابتن طارق مصطفى. نعم. وكابتن ايهاب الله يرحمه. ايهاب جلال. فتره المنتخب يعني كانت فتره قصيره، لكن يعني صراحه الله يرحمه كان شخصيه كويسه جدا من الشخصيات المحترمه طبعا جدا يعني، وكان مدرب كبير يعني. الناس مدرب طبعا. مدربين اجانب. المدربين الاجانب اللي علموا معايا كانوا يعني فايلر. فايلر. وموسيماني. ولازارتي. يعني مدربين اللي علموا معايا يعني شويه. لازارتي. وفايلر وموسيماني صراحه. الناس اتخضت لما جه كولر وخد موقف. يعني هو هو كانت غريبه شويه. ما خدش موقف على طول يعني، هو خد موقف متدرج. يعني ايه اللي حصل بقى؟ احكي لنا بالظبط يعني. والله يا كابتن هو يعني هي البدايه كانت انا كنت انا راجع من منتخب مصر. ولو كنت يعني لعبت في اخر ماتش يعني، نزلت شويه. كويس. في ماتش المنتخب، فكان عندنا ماتش في سوسه في تونس في التصفيات، في تصفيات افريقيا في البدايه في دور 32 النادي الاهلي. النادي الاهلي. فهو كانت البدايه يعني، هو ما كانش يعرفني لسه، كان هو لسه جاي، واتمرنت معاه تقريبا اسبوع. وبعد كده الماتش اللي كسبناه 1-0 هناك بتاع منعم. بتاع منعم. افتكر لك اسم الفريق ايه؟ فكرني باسم الفرقه، انا هفتكرها دلوقتي. في سوسه. اتحاد المانشستير. ايوه اتحاد المانشستير. اتحاد المانشستير. نعم. فهو كان اتكلم معايا قبل الماتش بيوم. وقال لي انت من اللعيبه الكبار ومن الناس اللي يعني بدايه كويسه جدا معايا. ممتاز. يعني انت من اللعيبه الكبار والمفروض بتساعد الفريق. انا لسه ما شفتكش. فانا الناس اللي عملت معايا فتره اعداد وكده هم اللي هيلعبوا معايا وكده، ماشي. وانت الفتره اللي جايه بقى ان شاء الله تاخد يعني. قلت له ما عنديش مشكله. تمام. دي وجهه نظرك وانا بحترمها. خلاص مشينا بقى. ففضلت قاعد فتره احتياطي فتره كبيره جدا. بتقعد على الدكه؟ بقعد على الدكه. يعني ما بنزلش خالص. وبتمرن كويس وشغال. ولا بقلب وش ولا اي حاجه، بتمرن عشان ما بقلبش في قلبة الوش انت. فجي في شهر يعني قبل شهر واحد باسبوعين ثلاثه كده، كان في توقف دوري. ايوه. فانا طلبت من النادي ان انا اسافر يعني، كان في شويه خشونه في ركبتي وكده، فكنت عايز اسافر اطمن على رجلي يعني. فسافرت. هو ما كانش عايزني اسافر، لان كان في الفتره دي كان عامل ماتشات وديه وكان عايزني. عايزك تلعب. فهو شافها ان انا باخدها بعندي شويه، او ان انا يعني انا كده ما بلعبش. فانا هسافر وكده يعني. فيمكن هي دي نقطه التحول بقى. أيوة. يعني دي تقريبا نقطه التحول اللي حصل في العلاقه بينك وبينه. فبعديها ما بقتش ادخل فتره كبيره، وبعد كده دخلت تاني ما العبش خالص. وبعد كده خلاص. خلص عادك. توكلت على الله من النادي بعدها. بس انا عارف ان هم احسنوا وداعك داخل غرفه الملابس كمان طبعا ساعتها يعني. يعني انا سلمت على الناس كلها، والناس الحمد لله كلها بتحبني وعشره. يعني زمايلي او عمال غرف الملابس. او الاداريين او حتى الامن اللي بره. ومجلس اداره طبعا يعني. على اولهم طبعا الاحتفاليه اللي هم عملوها. فوجئت بالاحتفاليه اللي عملها لك كابتن خطيب والمجلس والنادي، لانه نادرا الاهلي ما بيعمل كده. خلي بالك يعني بيكتفوا بتكريم داخل غرفه الملابس، لكنه دي احتفاليه غرفه الملابس. دي احتفاليه. انا بعد الاحتفاليه دي يا كابتن انا روحت. يعني روحت البيت ويعني كنت زعلان جدا. فزوجتي قالت لي تعالى نخرج شويه عشان انت متضايق. فخدتني مروح صعبان عليك نفسك. اخر يوم بقى. نعم. فانا لما مشيت
حضرتك انا دخلت معاك مداخله اليوم ده. ايوه انا دخلت مع حضرتك مداخله اليوم ده بعديها مباشره يعني بعدها ب10 دقائق تقريبا كابتن خطيب لقيته بيكلمني. ده بعد المداخله؟ بعد المداخله. اليوم كابتن ده كابتن خطيب نفسه اللي كلمني. فلقيت هو كان في تاني يوم ماتش الحرس. ايوه فكابتن شوبير ماتش الاحتفال بالبطوله. ماتش الاحتفال بالدوري. فكابتن شوبير كلمني كابتن خطيب كلمني وقال لي ايمن انت بكره لازم تبقى موجود مع زملائك تحتفل بالدوري. حلو. لان ده حقك. انت واحد من كبات الفريق وانت شاركت في الدوري دوت بجهدك ولازم تبقى موجود. كويس. فانا انا كانت نيتي ان انا مش هروح صراحه. ما كنتش هتروح؟ انا نيتي في الاول يعني قبل مكالمه كابتن خطيب انا ما كنتش هروح. واتكرمت في اوضه اللبس وخلاص. فكرمت وخلاص ويعني وشكرا وبتاع يعني وبفكر بقى في اللي جاي يعني. حلو. بعد مكالمه كابتن محمود طبعا يعني طبعا بتغير المود طبعا طبعا انبسطت جدا بشعر بالاحترام والتقدير. بالظبط يعني قدرني جدا وقد ايه بسطني يعني. فرحت تاني يوم الاحتفال احتفلت مع الفريق بالبطوله. كويس. فانا وانا بسلم عليه قال لي انا مستنيك بكره تجي لي الساعه 10 الصبح في النادي كمان. فانا مش ما كنتش عارف فبسال الكابتن سيد والكابتن خطيب عايزني وكده قال له عاملين لك احتفاليه يعني وكده وهيسلموا لك درع وكده. فانا اتبسطت جدا يعني حسيت بالتقدير الحقيقي ثلاث ايام ورا بعض بتتكرر طبعا يعني. في مع زمايلي فريقك بتتكرم وبعدين النادي نفسه البطوله يعني مع الجمهور بالبطوله ثم مجلس اداره النادي بقى نفسه. نعم. فدي حاجه انا يعني ما بتحصلش كتير. نعم. يعني ما بتحصلش يمكن دي حاجه خلتني فخور بنفسي يعني. طيب ايه اللي دار في الاجتماع؟ لانه حصل كمان قعده بينك وبين الكابتن خطيب ساعتها وانت خلاص هتتحرك ورايح نادي تاني وهكذا يعني. ايه اللي دار في الاجتماع بينك وبين الكابتن خطيب؟ بص هو كابتن خطيب طبعا يعني قال لي العب على قد ما انت عايز تلعب وعلى قد ما تقدر تلعب وبيتك ده مفتوح في اي وقت فعلا. يعني انت بيتك ده مفتوح في اي وقت انت هتخشه في اي وقت لان انت يعني هو قال لي كده. انا بصراحه ما كنتش متخيل الكلام حلو كده يعني. نعم. يعني انك مثال لزمايلك ومثال للعيبه الناشئين اللي طالعين. الله. انك قاعد سنه كامله ما عملتش مشكله واحده. مشكله فعلا. مشكله. فانت مثال. فمثال يحتذى به. فانا بالنسبه لي دي حاجه يعني انا مش مثال ولا حاجه يعني بقول لنفسي. لا يعني. مثال طبعا. لا يعني اتبسطت من كلام جدا وحسيت بان انا مبسوط يعني الحمد لله. بس انت تستاهل الحقيقه يعني لاخلاقياتك ولكل اللي انت قدمته للنادي. في اغنيه حلوه لمحمد فؤاد تقول لك خدني الحنين للمكان اللي كان بيجمعنا وهكذا يعني. هل فكرت تروح النادي؟ هل رحت زرتهم؟ هل رحت حضرت تمرين؟ هل اكيد بتقابله في المباريات احلى مقابله يعني. لكنه اجواء النادي نفسها بتوحشك؟ بتحب تروح تسلم على زملائك هناك؟ طبعا يعني انا النادي بالنسبه لي بيتي يعني. طبعا. لكن انا ما رحتش صراحه من بعد ما مشيت النادي الاهلي الجزيره خالص. خالص يعني لسه ما عنديش الجرأه ان انا اروح دلوقتي يعني. ممكن فتره واقدر اروح يعني. هتقدر يعني تروح. واقدر اروح لكن انا بقابل زمايلي كلهم بره يعني. يعني بنتقابل بره وبنخرج مع بعض. علاقتكم جيده مع الجميع لكن يعني. انا دلوقتي انا بروح النادي الاهلي مدينه نصر لكن الجزيره لسه. ممكن بعتبره جنب البيت هناك. لا انا قاعد هنا في زايد بس يعني. لكن هناك في مدينه نصر انا كنت بروح لكابتن بدر بعيد الذكريات الطفوله. والله. فبدر موجود تاني دلوقتي. كابتن بدر موجود. وقعدته وقعدته جميله بصراحه. فبحب اروح اقعد معاه جدا. ووليد كمان. وليد سليمان طبعا. وكابتن محمد شوقي. محمد شوقي زميلته برضه. زميلته طبعا في الاهلي. فطبعا يعني الواحد بيفتكر في النادي الاهلي لان انا اتربيت في النادي الاهلي من وانا عندي 7 سنين. مدينه نصر. 7 سنين. من وانا عندي 7 سنين قاعد في استراحه الناشئين. يا نهار ابيض. في النادي الاهلي. من 7 سنين. يعني. انت اصلا منين يا عيم؟ انا من المطريه الاهليه. والله. مدينه جنب المنصوره. يعني انت جيت من المطريه على الاهلي ولا كنت جيت وقعدت في القاهره؟ لا انا والدي كان بيجيبني 3 ساعات 3 ايام في الاسبوع. لا احكي لي. يعني والدي. 7 سنين؟ يعني بتتكلم جد؟ والله يعني انا قعدت تقريبا بتاع 4 شهور في اختبارات كانت 3 ايام في الاسبوع. 3 ايام في الاسبوع. وانت 7 سنين؟ وانا عندي 7 سنين. فوالدك بيجيبك من المطريه دي اهليه. المطريه دي يا جماعه في اخر الدهليه. خلي بال حضراتكم يعني 3 ساعات يعني مش تقريبا. المنصوره اللي هي جنبنا دي تمشي كمان شويه حلوين ناحيه بورسعيد كده. والطرق كانت زمان ما كانتش زي دلوقتي. فكان الوقت كان بيبقى طويل شويه يعني 3 4 ساعات مثلا. ايوه صح. والتمرين كان بيبقى الساعه كام؟ 8 الصبح 9 الصبح. تطلعوا الساعة 4 الصبح مثلا نصلي الفجر ونمشي.
كنت انا طفل صغير فببقى نايم فبيشيلني ويرميني في العربيه ورا ونطلع على طول على يعني. بس كان عنده عربيه؟ كان وقتها عنده عربيه. ده كويس. بس هو يعني بعد المصاريف اللي صرفها عليا باع كل حاجه. والله العظيم. طبعا عشان تلعب كوره؟ عشان العب كوره. عشان هو كان شايف فيها حاجه يعني. والدي كان شايف فيها حاجه. يا نهار ابيض، من مطريه اهليه سن 7 سنين بتيجي 3 ايام في الاسبوع، وبعدين في فتره الصيف اللي ما كانش فيها مدارس كنت بقعد في استراحه الناشئين، حلو، اللي هم الثلاث شهور بتوع الصيف. كويس. بعديها بقى النادي طلب ان انا اغير مدرستي تبقى جنب النادي وافضل في الاستراحه. جميل. فنقلت بقى يعني، قعدت سنتين رايح جاي كده، وبعد كده نقلت في. برضه الولد بيجي معاك؟ لا، انا قاعد في استراحه الناشئين وهم في البلد. لا، اللي كنت تبقى رايح جاي برضه كده. على طول. والدي مثلا يبقى عنده فترات شغل، والدتي الله يرحمها تجيبني ونيجي مواصلات. الله يرحمها. طب الفتره بقى اللي قعدتها في النادي كنت بدات سنك يبقى كام سنه؟ يعني 9 تقريبا. 9 10 سنين. 9 سنين. فضلت في الاستراحه لسن كام بقى؟ انا زميلت في الاستراحه كابتن حسام غالي وكابتن عماد متعب. يا اهو انت اهو. انا اهو. يا نهار ابيض، عامل قصه عبد الحليم حافظ. شكلك كان جميل برضو وانت صغير. النور برضو. ايوه ما شاء الله. فتناوب بقى الوالد والوالده يعني ان هم يجيبوك. ان هم يجيبوني. امتى بقى بدات تقبل؟ انت قلت الاول زميلت سنه، زميلت حسام غالي ومين تاني؟ وكابتن عماد متعب. والله العظيم. وكابتن اسامه حسني وحسام بيلا واحمد صديق. ما انا اشرح بس ان حسام غالي بيلا، عماد متعب بالبيس. بالبيس. احمد صديق فيوم تقريبا. فيوم. اظن يعني. يا رب ما اكونش غلطان. فيوم او بني سويف يعني، مش فيوم. اظن فيوم يعني. كل دول كانوا مغتربين وقاعدين في الاستراحه. قاعدين في الاستراحه. وانت زملته. وعبد الله جلال ومحمد عبد السلام، يعني جيل اجيال كتيره. يعني كل غرفه كان بيبقى فيها ما شاء الله ناس من جيله يعني. طيب امتى بقى بدات بقى تشعر بطعم العناء والمشقه دي؟ بتدوق طعمهم بقى الحلو انك تتقاضى اجر من النادي؟ يعني من وانا عندي تقريبا 17 سنه. يا نهار. 17 18 سنه. يعني 7 سنين او 8 سنين. تقريبا. من اكتر كمان. انت من سن 7 ل 10 سنين كامله. 10 سنين. سن 17 سنه بدات يعني اقبض مرتب كويس يعني. يعني عملت عقد محترف. ب 40,000 جنيه في السنه. كرد فعل الوالد ايه بقى؟ لا، اتبسط جدا. اتبسط يعني. دي حاجه مبشره. تعوض عن العربيه بقى كمان. اللي بقى دي كمان. عوضته الحمد لله يعني. طبعا. حس بقيمه تعبه طبعا يعني. هو هو دايما يقول لي ببقى فخور ان ان انا والدك. لا يعني بالعكس، انا اللي ببقى فخور ان هو طبعًا والدي يعني. طبعا ربنا يا رب دايما يعني دعوات الوالدين دول. انا انت يعني تعرضت لموقف انساني صعب طبعا، عنيف جدا في اسكندريه بوفاه الوالده واختك ساعتها. كانوا جاي لك في زياره او كانوا مقيمين معاك ساعتها؟ ايام سموحه. هم جولي زياره. كان عايزين يقعدوا معايا 3 4 ايام كده، وحصلت حادثه هناك وتوفوا يعني. صعب، موقف صعب وموقف عنيف يعني، وموقف شديد. يعني انت تتخطى ده ما كانش بسهوله ابدا يعني. خالص يا كابتن شوبير، يعني فتره صعبه جدا يعني. فتره قعدت سنتين تقريبا، فتره شاقه يعني، فتره شاقه مع النفس يعني. يعني الشغف كان ميت، والحياه كانت صعبه جدا. يعني الشغف نفسه كنت عايز، ما كانش عندك طاقه انك تعمل اي حاجه. من كتر الحزن يعني. صحيح. لكن بعد كده الحياه استمرت يعني. بس لعبت يعني، رغم الالام دي لعبت وكنت جدع وفي الملعب كنت متماسك يعني. الحقيقه انا تابعتك بقى بقوه في الوقت ده عشان اشوف تماسكك. كنت متماسك جدا ايمن ما شاء الله عليك. لان دي كانت وصيه ام الله يرحمها. وصيتها. يعني هي قبل ما تتوفى كان يعني العيد الكبير. العيد الاضحى كانت. كان قبل ما تتوفى مثلا ب 20 يوم. كانت في العيد الكبير، انا كنت في البلد. فهي قعدت معايا وسبحان الله يعني اخذتني على جنب وقعدت توصيني. قالت لي حاسه ان انا هيحصل لي حاجه قريب يعني. فالوقت ده طبعا يعني انا طبعا عيطت وبتاع، ما تقوليش كده، ويعني يعني ربنا يعني ربنا يطول في عمرك وكده. لكن طبعا انا اتفاجئت لان انا كنت في القاهره. كان عندي ماتش كمان. رجعت القاهره. وخلصت الماتش وجالي تليفون.
ظابط بيقول لي صاحبه التليفون توفت، فانا مش فاهم في ايه، لان هي كان كلمتني قبلها ب 10 دقائق. يا خبر ابيض. فانا مش فاهم في ايه، فاتخضيت. فاخويا كان قاعد معاها في اسكندريه، فقلت له انزل الحق يعني. فلا يعني كانوا يعني عديت فتره صعبه جدا. فتره فكرت ان انا اعتزل، وقررت ان انا اعتزل. لان انا ما كنتش قادر يعني. كان وقتها كان احساس صعب جدا. لكن كابتن حلمي طولان طبعا يعني هنا الوالده. هنا دور كابتن حلمي طولان معاك بتقول. دوره دوره كان كبير معايا بصراحه في الموقف ده. بني ادم جميل كابتن حلمي طولان جدا يعني. يعني انا طبعا دي حاجه بشيلها له يعني، ان هو قومني من على الارض وساعدني هو. يعني هو اللي يعني ساعدك، هو اللي خد بايدك دايما. هو مع انه ما كانش مدير فني نادي سموحه وقتها، والله لكن هو ساعدني. يعني ما كانش المدرب ساعتها، هو كان مراني قبلها قبل كده. عارفك يعني. فهو كان يعني كان في بينا علاقه كويسه. فضل وراك. فضل ورايا لحد ما رجعت تاني. جميل قوي الكابتن حلمي ده، من البني ادمين المحترمين، وانت مدل له بفضل كبير يعني. طبعا طبعا. يعني حتى يعني انا بحبه على المستوى الشخصي جدا. والله يعني جدا حلمي شخصيه جميله جدا يعني. خلينا نروح لفاصل ونرجع بقى، عايزين نستعيد يعني حكاوي كتيره جدا، ونتكلم في الحاضر ونتكلم ان شاء الله في المستقبل مع اللي منورنا مشرفنا كابتن ايمن اشرف. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، وبجد ترحيب باللي منورني كابتن ايمن اشرف نجم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق ونادي البنك الاهلي حاليا. كابتن ايمن هستاذنك معانا مستر جوليرمو المادا المدير الفني نادي باتشوكا، ده بقى نادي مهم بالنسبه لنا. ان باتشوكا هيلاعب بوتافوجو، والكسبان هيلاعب النادي الاهلي في كاس التحدي اللي هي نصف كاس العالم او قبل نهائي كاس العالم انتر كونتيننتال اللي بتقام في قطر باذن الله. فاستاذنك بس طبعا. نحيي الراجل مستر المادا، مساء الخير. مساء الخير هنا في المكسيك، نحن في فترة العصر أو الظهيرة. أنا سعيد للغاية لتواجدي معكم في هذا البرنامج المهم للغاية، وفي مكان ومقدم كبير مثلك، لاعب كبير في مصر ومقدم أيضا برامج تلفزيونية كبير في مصر. أشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك التوفيق الشديد جدا. عندك تحدي صعب، باتشوكا المكسيكي وبتلتقي مع بوتافوجو البرازيلي، مباراة شفناها رغم انه بيلعب ب10 لاعبين من بداية اللقاء امام اتلتيكو مينيرو، لكن بيفوز بثلاثية، بيقدم عرضا رائعا. بالتأكيد تابعت المباراة، شفتها ازاي وانت المنافس المقبل بالنسبة له؟ أعتقد أن مسار المباراة كان مثير وللغاية. بعد اللعب بالطرد المبكر في المباراة، الجميع أعتقد أن المباراة كان تذهب إلى أتلتيكو صالح أتلتيكو مينيرو، ولكن فريق بوتافوجو فريق مميز للغاية، يمتلك عدد من اللاعبين المميزين على المستوى الفني. أنت تتحدث عن فريق برازيلي يمتلك مقومات كبيرة، وبالطبع ستكون مباراة في غاية الصعوبة بالنسبة لنا، وأتمنى التوفيق لنا في المباراة. طريقة اللعب متشابهة يعني، الكرة المكسيكية برضو بتعتمد على القوة، بتعتمد على السرعة، بتعتمد على التحولات السريعة من الهجوم للدفاع والعكس صحيح. يعني إزاي تقدر تشوف إمكانيات فريقك وفريق له اسمه وله تاريخه في مواجهة فريق بحجم وقوة بوتافوجو؟ حسنا، ليس لدينا أي سبيل آخر سوى أن نقدم مباراة كبيرة أمام فريق مثل بوتافوجو، يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين، وأندية البرازيل معروفة في أمريكا اللاتينية، والأندية البرازيلية أنت تعرف أنها تهيمن على بطولة كوبا ليبرتادوريس في السنوات الأخيرة. وأعتقد نعم، هو فريق يمتلك أفضلية طفيفة كونه بطل كوبا ليبرتادوريس،
وفريق باتشوكا لم يخوض مباريات منذ فترة بسبب انتهاء المرحلة الافتتاحية في الدوري المكسيكي الأبرتورا منذ شهر تقريبا، على عكس بوتافوجو خاض مباراة رسمية مؤخرا. ولكن أعتقد أننا بصدد مباراة قوية سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي. بالإضافة لكأس الانتر كونتيننتال، أنت كمان ستشارك في كأس العالم للأندية بثوبها الجديد في أمريكا. بدأنا نشوف كده ملامح المستويات، بس أندية تقيلة، أندية أوروبية عظيمة، أندية من أمريكا الجنوبية عظيمة، ومن منطقة أفريقيا وآسيا أيضا أندية عظيمة. كيف ترى بطولة كأس العالم للأندية في ثوبها الجديد في أمريكا بمشاركة 32 فريق وفرص فريق باتشوكا في هذه البطولة؟ بكل تأكيد ستكون قائمة الفريق ستكون مختلفة تماما. عندما خرجنا بين كنا بطل أبطال الكونكاكاف بعنا بعض اللاعبين، وبالتأكيد أن الفريق سيضم عدد من الصفقات المميزة، سيكون الاستعداد مختلف للغاية لهذه البطولة. سنقوي القائمة الفريق، الفريق يمتلك العديد من العناصر الشابة، لاعبين شباب من المكسيك لا يمتلكون قوة المشاركة في مباريات وبطولات بحجم كأس العالم وبشكل خاص في الشكل الجديد للبطولة. أعتقد أننا نحتاج إلى أكثر من لاعب مميز سواء من داخل أمريكا اللاتينية أو من خارجها، ولأنك تتحدث عن بطولة تنافسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في حالة فوزك على بوتافوجو البرازيلي تلتقي مع الأهلي بطل إفريقيا، هل تابعت للأهلي مباريات؟ هل شاهدت مباراة الأهلي والعين؟ هل لفت نظرك حد من لعيبة النادي الأهلي ولا كل تركيزك في بوتافوجو البرازيلي؟ نعم، شاهدنا مباراة الأهلي والعين، قمنا بتحليل بعض النقاط، اللاعبين المميزين في الفريق. نعم، التركيز كان في المقام الأول على متابعة من سيفوز من بطل أمريكا الجنوبية سواء بوتافوجو أو أتليتيكو مينيرو، ولكنك تتحدث بكل الأحوال عن فريق كبير مثل الأهلي بطل أفريقيا، يمتلك العديد من اللاعبين المميزين. ولكن دعني أقول لك أننا يجب أن نركز في الخطوة الأولى أمام بوتافوجو في المقام الأول، لأنها المباراة التي ستعطينا حق المرور إلى مواجهة الأهلي. لا يمكن أن أفكر في الأهلي دون أن نعد الفريق جيدا، ولكن الأهلي بالطبع فريق كبير في القارة الإفريقية، خصوصا أن الأهلي فاز في آخر كأس عالم للأندية على أو ما قبلها على مونتيري المكسيكي وقدم عرضا رائعا رغم أنه كان ينقصه العديد من اللاعبين. وأيضا الأهلي له سابق تجارب مع الأندية المكسيكية ما بين فوز وما بين هزيمة، لكن دائما ابدا الكفتان يعني بتكونوا او بتكونان متساويتان. يعني خليني كمان اسالك عن مهاجمك الفنزويلي الشهير راندوم، كل بيشيد بيه وبامكانياته، هل بتضع يعني امالك وطموحاتك فيه ولا من الممكن قبل كاس العالم نلاقيه ترك النادي واحترف في نادي اخر؟ نعم، انت تتحدث عن لاعب يمتلك خبره كبيره سواء في القارة الأوروبية، في مسيرته لعب العديد الأندية الأوروبية. هو لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق. الأمر صعب بالنسبة لخوسيه سالومون روندون في الفترة الحالية لأنه خاض العديد من المباريات، أنت تتحدث عن أكثر من 60 أو 70 مباراة خاضها مع منتخب، مع الفريق سواء في بطولة الكونكاكاف، كان هداف بطولة الكونكاكاف وهداف أيضا البطولة المرحلة الافتتاحية في الدوري المكسيكي. اللاعب في مرحلة من الراحة إلى حد ما بسبب المباريات العديدة التي خاضها والحمل البدني الكبير الذي تحمله هذا اللاعب بالنظر لسنه الكبير في الوقت الحالي. لا يمكن أن نعتمد بشكل كبير على اللعب في بطولات عديدة، ولكنه بالطبع أحد العناصر المهمة بالنسبة لنا.
كلمة لتقولها لقطر وتنظيم هذه البطولة. الحقيقة مباراتك مع بوتافوجو ثم في حالة فوزك مباراتك مع النادي الأهلي المصري، وخصوصا أن قطر استقبلت كأس العالم 2022 وقدمت مستوى تنظيمي على أعلى ما يكون. نعم. نعم، أنت تتحدث عن مرجعية كبيرة بالنسبة لنا كأس العالم. لا نمتلك الكثير من الوقت لنفكر في كيف ستنظم قطر هذه البطولة، لأننا شاهدنا تنظيم رائع في بطولة كأس العالم. الجميع أشاد بالمنشآت وبسهولة التحرك بين الملاعب، المسافات القريبة، فنادق الإقامة، ملاعب التدريب، ولهذا أعتقد أن هذه البطولة ستكون أيضا بطولة رائعة. أنا بتمنى لك التوفيق إن شاء الله، اسم رائع ليك كمدرب، مدرب محترم واسم كبير في عالم التدريب، وأيضا مع نادي كبير جدا نادي باتشوكا المكسيكي، وإن شاء الله نلقاك قريبا في مصر، تزور مصر وتستمتع بأجواء مصر وأيضا بأثار وكل ما موجود في مصر من كنوز. بشكرك شكرا جزيلا مستر المادة، المدير الفني لنادي باتشوكا المكسيكي. أشكرك على هذه الاستضافة، كان شرف لي أن أتواجد معكم. مصر تمتلك ثقافة كبيرة أبهرت الجميع بثقافتها وبتقاليدها، بلد ممتع، بلد جذاب، بلد يمتلك الشغف أيضا لكرة القدم ولهذا هو شرف لي أن أتواجد معكم وأن أشارك معكم أحد اللحظات في مشاهدة ومتابعة الآثار المصرية والحضارة المصرية العريقة. إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا مستر المادة، المدير الفني نادي باتشوكا المكسيكي. أكثر حاجة بتفرحني قوي أيمن، الناس دي تكون عارفة قيمة بلدنا، تكلم عليها بكل الاحترام ده والحب ده. هو مش مطالب على فكرة انه يتكلم، لكن شوف تقدير مصر في اللي هو راجل اوروجواني كان لعيب مهم جدا وعايش دلوقتي بيدرب في المكسيك بحكم عمله، لكن شوف الاحترام والتقدير لاسم مصر وتاريخها وكنوزها وحضارتها. طبعا يعني ما فيش اتنين يختلفوا عن مصر بره طبعا، يعني الناس كلها عارفه قيمه مصر يعني وفي العالم كله يعني يعني مصر بلد حضاره وناسها طيبين والسياحة عندنا كويسة وكل حاجة، يعني بصراحة في مصر بشوفها حاجة كويسة جدا يعني. طبعا بلد جميل. عملت ايه بقى تاني؟ مش عارف كل شوية يجيلي نادي قصة القضية دي تيجي على دماغي، ما بحبش ان انا انساها يعني. انا جبل لما اتهموك وقالوا ضربة جزاء وبن شرقي والقصة والحدوتة والإعادة ظهرت بدل المرة ألف مرة، إذا اديني بقى مشاعرك ساعتها كده وقول لي انت كان احساسك ايه؟ كنت واثق ان ما فيهاش حاجه ولا جالك شك ولا الدنيا ايه؟ لا انا كنت واثق ان هي ما فيهاش حاجه خالص، لان انا لان انا يعني هو اشرف كان اشرف بن شرقي ذكي يعني من اللعيبه الاذكياء يعني، فهو عايز يدخل ال 18 ويحسس الحكم ان انا يدبسك يدبسني يعني بس انا طلعت اذكى منه وسبت نفسي لان انا عارف يعني انا عارف انا قريب من الكوره وهو مسك دراعي عمال يكتفك مسك دراعي على اساس ان انا اللي اكون باين ان انا اللي ماسكه مش العكس كل ده طبعا في اقل من ثانيه فانا قررت وقتها ان انا اسيب نفسي يعني قررت وقتها لان انا سبت نفسي وقعت سبت نفسي وقعت لان انا خلاص يعني مش عايز لان ده نهائي ايوه يا يعني الناس تفتكرك بحاجه كويسه طول حياتك طبعا طبعا بس برافو عليك انت هنا بتحللها صح يعني انا يعني سبت نفسي ايدك انا سبت نفسي في الاخر يا كابتن وقال لان انا لو كنت كملت جري معاه انا كنت ممكن اكعبله في رجله او حاجه صحيح. من غير ما انا يحصل صدام فانا سبت نفسي وكنت بعد رجلي حتى لورا لكن هي في الاخر ما يعني هي ما اتحسبتش وهي فعلا ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه انا اتخضيت حتى كابتن جمال الغندور وجمال غندور ده حبيبي يعني فانا زمان شفته في تحليل وانا ما بنساش فسالوه قال لهم يا جماعه طالما الفار ما جابش يبقى ما فيهاش بنالتي ده اللي قاله جمال غندور اول مره طالما الفار ما جابش يبقى ما فيهاش بنالتي والاثنين متفقين الحكم والفار بعدين شفته قريب فلقيته قال يا جماعه دي مش محتاجه ضربه جزاء واضحه مش محتاجه يعني فروحت مكلم فكلمته على الايه المقابله الثانيه يعني
فقال لي اصلها واضحه. قلت له طب استنى اما ابعت لك ايه اللي انت قلته الاولاني. فراح رحت بعت له لا كابتن جمال ما تعرفش تكسبه في الكلام. قال طب الكلام اتغير في قلت له اتغير في الاولاني انت بتوضح انها مش بينالتي خالص والثانيه بتقول انها ضربه جزاء. تفضل بقى قعدنا ناخد وندي يجي ساعه في الكلام. قلت له كابتن جمال ما حدش بيعرف يغلبك في الكلام يعني ساعتها. لكن انا الحقيقه فعلا استغربت ساعتها انه البعض قال ان فيها ضربه جزاء والقصه اصلا بعيده خالص يعني. كابتن انا لحد النهارده بمشي في الشارع الناس بتيجي تسالني هي ضربه جزاء ولا لا والله بامانه ضربه جزاء ولا اقول له ما فيهاش حاجه يعني انت اصلا ما بتكذبش يعني خالص والله ما فيهاش يعني. اي حاجه خالص لا يعني نهائي من غير ما تعرف هي ما فيهاش يعني. اي حاجه خالص نعم. ويعني والحمد لله ان هي ما اتحسبتش يعني لان طبعًا. كان ممكن يبان في الفار كمان يعني كان ممكن الصورة تبقى خادعه ممكن تبقى خادعه والفار يجيبه نعم. في الاخر كان ممكن موسيماني علاقته بيه ايه؟ موسيماني؟ لا كانت علاقه طيبه يعني كانت جيده علاقه كويسه يعني كان على قناعات تامه بيك جدا يعني جدا من يوم ما دخل النادي لحد كمان يعني ما مشي يعني هو عنده قناعه تامه بيا يعني. طيب تعالى بقى اسالك على مرحله البنك الاهلي. قعدت كتير لان ساعتها كان كلام كتير ايمن اشرف ورايح الزمالك وتفاوض والزمالك كلموني وانت كان عندك من الامانه ما يكفي انت قلت الزمالك ما كلمونيش. لا هم ما كلمونيش شخصيا بس هو كلام حاجه زي كده يعني كان في وكلاء في النص وكده انا يعني قفلت الباب من الاول يعني قلت مش هقدر ان انا يعني اخد الخطوه دي. نعم طبعا انا مش بزايد كابتن شوبير لان الناس الزمالك نادي كبير وجمهور الزمالك جمهور أكيد. كبير فالواحد مش بيزايد على ناس الزمالك لكن الحقيقه ان انا عندي تاريخ كويس تاريخ محترم الحمد لله في النادي الاهلي فانا في الاخر انا هبقى محسوب على النادي الاهلي يعني نعم. ويكفيني شرف ان انا ابقى محسوب على النادي الاهلي. فكان ملف مغلق تماما بالنسبه لي فاضل لك قد ايه في عقدك مع البنك الاهلي؟ انا خلاص السنه دي بتنوي الاستمرار. احنا بقينا كام سنه يا ايمن دلوقتي؟ انا 33 سنه. لا ده لسه بدري قوي. لا ده لسه بدري قوي يعني. لسه. ده لسه بدري كتير يعني. لسه يعني ناوي ان شاء الله لسه شويه الحمد لله يعني. بتشتغل لوحدك بره يعني كتير من اللعيبه بيشتغلوا جيم بيجهزوا نفسهم بره بعلم النادي طبعا بيبقى عندهم تدريبات تخصصيه. هل بتعمل ده ولا مكتفي بالشغل اللي جوه النادي؟ لا طبعا انا بزود طبعا مع نفسي بره. أيوة. لان انا قدرات البدنيه عندي كل ما السن شويه بي 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 بيكبر كل ما تحتاج يعني انك تشتغل بدني اكتر يعني. المحطات الاهم بقى بالنسبه لك مع البنك الاهلي لان انت رحت على نادي البنك الاهلي يا دوب شويه كده وبعدين بدات تلعب اساسي. السنه اللي فاتت كانت البدايه للفرقه مش جيده وبعدين خلصته بشكل جيد. المحطات المباريات المهمه اللي فرقت مع ايمن اشرف واللي فرقت مع نادي البنك الاهلي يعني الماتشات المؤثره اللي رجعتنا شويه او خلت شكل الفريق كويس كان ماتشين المصري كسبناهم ماتش 4 وماتش 5 ماتش الاهلي كسبنا 4-3 في ماتشات كتيره يعني المقاولين برضو كسبنا 5 وكسبنا 3 يعني كسبنا ماتشات كويسه يعني وماتشات مؤثره رجعتنا على الخط تاني يعني. انت لاعب راجل ولاعب 1+1=2 بالنسبه لك يعني في مباريات النادي الاهلي وانت كنت واحد من اعمده النادي الاهلي ومن نجوم النادي الاهلي وبتكسب النادي الاهلي 4-3 كمان بتبقى مشاعرك عامله ازاي؟ خصوصا انت عارف احنا ما شاء الله يقول لك بص ايمن اشرف مفوت الجون عشان الاهلي بص محمد عبد الغني مفوت الجون عشان الزمالك عندنا في مصر بيحبوا الحاجات دي شويه. لا مفيش حد هيفوت مفيش حد هيفوت حاجه يعني عشان يكسب فرقته السابقه وده بيتي يعني هو النادي الاهلي بيتي طبعا. وانا اتربيت في النادي الاهلي ان انا يبقى عندي شرف وعندي امانه في شغلي يعني. حلو. فانا في شغلي عندي امانه طبعا طبعا بعيدا عن بيتي النادي الاهلي انا ببقى داخل كل ماتش ان انا ببقى عايز اكسب لكن مشاعري طبعا ببقى عايز فرقتي تكسب طبعا ده يعني مش عايز كلام يعني ببقى عايز فرقتي تكسب لكن انت بتلعب قدام الاهلي يعني سنين طويله جدا في الاهلي وبعدين بتلعب قدام النادي الاهلي وبتكسب النادي الاهلي كمان ما هي مشاعر مخترق طبعا مع فرقتك عايز تكسب وعايز تبقى كويس وكل حاجه لكنه من جوه الواحد برضه بقى عنده مشاعر مختلطه يعني طبعا يعني هو في الاخر يعني انا ابن من ابناء النادي الاهلي ولعيب محترف لكن انا في ماتش مثلا 4-3 بتاع السنه اللي فاتت انا صراحه بعد الماتش
كنت مبسوط يعني، كنت مبسوط أكيد. ان انا كسبان نعم. مبسوط جدا ان انا يعني رديت على يعني كلام يعني كتير يعني رديت على تساؤلات كتير وعلى وعلى كلام كتير انا كنت حابب يعني ارد في الملعب يعني ما اردش بره ولا اتكلم بره، ردي كان في الملعب ان انا ادي بشكل كويس جدا وان انا اكسب في الاخر يعني. اصابه ابو جبل، انضمام عبد العزيز البلعوطي للفريق ولعبه اساسي، طمنا الاول ابو جبل راجع امتى لو عندك معلومه، واعتقد ان البلعوطي اضاف بشكل جيد لنادي البنك الاهلي. طبعا يعني ابو جبل طبعا من الاجوان الكبيره في مصر وجون يعني شخصيه كويسه جدا وفي الملعب جون كبير. هو رجع معانا التمرين رجع. يعني رجع رجع التمرين وبدا يتمرن دلوقتي ويعني غالبا يعني قدامه مثلا شهر كده قبل ما يبتدي ياخد ماتشات يعني، انا بتصور مع نفسي يعني ما اعرفش يعني من خلال رؤيتك من خلال رؤيتي انا شهر شهر ونص ممكن يخش ياخد ماتشات يعني. البلعوطي بيقدم شكل كويس. البلعوطي ما شاء الله عليه يعني، هو هو اصلا من متربي في النادي الاهلي. ايوه من اشبال النادي يعني الاهلي طبعا. من اشبال النادي الاهلي وشخصيته شخصيه جميله وجون عنده ثقه كبيره في نفسه. صحيح. يعني جون واثق في نفسه جدا. وانا بحب الاجوان دي بصراحه. وعندنا احمد صبحي برضه ده ولد هايل موهوب هايل لعب السنه اللي فاتت بعد اصابه ابو جبل موهوب ادى بشكل كبير جدا هايل برافو عليك يعني صح. فبصراحه الثلاثه اجوان كبيره يعني اجوان. سالت ابو جبل ايه كواليس عدم انضمام النادي الاهلي؟ لا يعني هو ما رضاش يتكلم في القصه دي كتير يعني، هو في الاخر حس ان خلاص يعني الباب اتقفل فخلاص هو بس هو زعل شويه فتره طبعا يعني هو زعل شويه فتره لكن في الاخر خلاص هو رجع اشتغل تاني واتمرن ورجع وبعديها فعلا كان كويس جدا يعني شالنا في ماتشات كتيره جدا صحيح. ابو جبل نعم. لكن هو ما اتكلمش في الموضوع ده كتير يعني، وده كان افضل لانه بيركز مع فرقته خلاص يعني خلاص يعني في الاخر انت مفيش حد ياخد اكتر من نصيبه وانت خلاص صحيح. يعني كلها اقدار فانت كلها قدرك أقدار. في مكان فخلاص نعم. كمل في القدر بتاعك واجتهد وتعب على قد ما تقدر يعني. استاذنك اروح لفاصل وارجع اكمل مع نجمنا اللي منورنا النهارده كابتن ايمن اشرف. اهلا بحضراتكم من جديد. في سنه سموحه كان قريب قوي من بطوله الدوري العام، كان كابتن حماده صدقي هو المدرب في التوقيت ده، توصلتوا الدوري كنتوا هتكسبوا الدوري فرق جون باين على الاهلي فرق جون والكاس نهائي قدام الزمالك ده حصل حاجه دراماتيكيه والاتوبيس وشغلانه وانا فاكر حتى الكابتن حماده قال لما الاتوبيس اتكسر كنا ما كانش هيلعب المباراه، حصل ازمه كبيره صح حصل ساعتها ازمه كبيره حصل ازمه وقتها وكابتن حماده كان ما كانش عايز يلعب المباراه لكن في الاخر هاني هاني اجازي ضيع في ماتش الاهلي كوره كان قلت بس هو كان شعره لو شعره طويل شويه كان الشعر فرق في بطوله الدوري واهدى بطوله الدوري للنادي الاهلي. انا عايز اسالك الحقيقه، لقيت جيل ابو تريكه وبركات ومتعب وائل جمعه الجيل العظيم ده، لكنك استمريت بقى وحققت بطولات كمان، هل يعني بتؤمن بالموضوع التنافس بين الاجيال ده ولا ممكن زي البعض يقول لك لا جيل ابو تريكه ومتعب هو ده الجيل الافضل؟ يعني احنا عندنا كانوا يقول لك جيل الخطيب واكرامي وثابت ومصطفى عبده ومختار، بعدين نرجع يقول جيل يعني زي الجيل اللي قبل كده طبعا نعم. فلا يعني لكن انا ما بفضلش ان الناس تقارن ما بين الجيلين. ما بتحبش المقارنة. ما بحبش لان ده مر بظروف معينه وده مر بظروف معينه. احنا وقتنا كان برضو الفرق تطورت بشكل كبير صح. جدا في صح. افريقيا وحتى في الدوري بشكل كبير جدا تطوروا تكتيكيا والامور كانت في تطور كبير يعني. دايما الجيل عندكم بيرمز ليه بمحمد ابو تريكه. طبعا ابو تريكه وائل جمعه بركات وكلكم، لكن دايما ابو تريكه يمكن كان الاكثر نجوميه كان الاكثر شعبيه يعني. هل تشعر انه خد من نجوميه ناس كثيره كانت موجوده معاه في نفس الجيل؟ طبعا يعني بركات كان برضو كان حاجه عظيمه جدا يعني. نعم. كابتن ابو تريكه طبعا يعني حاجه طبعا جميله طبعا حاجه جميله، لكن في ناس تانية برضو في جيله اتظلموا كأسماء. هو كان نجمه نور نور كده عشان المنتخب كمان
عشان المنتخب. نعم. يعني ثلاث بطولات برضو او هو خد بطولتين من الثلاثه. انت خدت كام؟ انت خدت بطولات ايه مع المنتخب؟ لا انا ما خدتش بطولات. كاس التاهل لكاس العالم؟ التاهل كاس عالم ولعبنا لعبت بطولتين افريقيا ووصلنا نهائي وما ما حصلش نصيب. وبرضو في تصفيات كاس العالم اللي هي بتاعت ماتش السنغال. نعم. وفي الاخر خسرنا ضربات جزاء هناك في السنغال. كنت موجود معاهم هناك؟ كنت موجود. لعبت. بس هو ابو تريكه هو الاكثر نجوميه، لكن بتقول ان في لعيبه في طبعا. يعني في بركات يعني في جيله، و وائل جمعه يعني، وسيد معوض طبعا مع حفظ الالقاب طبعا كلهم كباتن كبار يعني. محمد شوقي، شوف محمد شوقي من الناس القديم جدا. وطبعا يعني حسام عاشور من الناس اللي وقتها ما كانش واخد حقه جامد. طبعًا. جدا طبعًا. لان النجوميه بتاعت الناس الثانيه كانت طاغيه. كان طاغيه. جاهز لاقر واعترف؟ يلا بينا. اقر واعترف مع اللي منورنا النهارده كابتن ايمن اشرف. ايمن اشرف، تقر وتعترف انه احد اسباب ازمتك مع كولر هو استخدام اخوك للسوشيال ميديا في مهاجمته؟ لا يعني ما مش ده الاسباب خالص. هو كان من وجهه نظره ان في حاجات اسباب فنيه يعني كمدرب فنيه. ولما انت سافرت ولما انا سافرت كانت هي من الازمه. بعد كده هو بدا يعاند يعني. نعم. وياخد موقف. لكن خرجت من الاهلي سلمتوا على بعض بشكل كويس و يعني سلمنا على بعض جدا يعني. ان انا في الاخر هو مدرب النادي الاهلي وانا بحترم يعني. انا بعد كل ده هاجي. نعم. في اخر اليوم وما سلمش عليه. تقر تعترف ان رحيلك من الاهلي كان نتيجه طبيعيه لتراجع مستواك وعدم قدرتك على اقناع المدير الفني بقدراتك؟ لا خالص. انا ما لعبتش طول السنه. يعني ممكن تتقال في حاله ان انا لو لعبت. نعم. ما قدمتش حاجة فمستواي ما كانش كويس، لكن أنا ما خدتش أصلا يعني. نعم. تقر وتعترف إن موسيماني هو المدرب الوحيد اللي اقتنع بيك ومنحك الفرصة خلال مسيرتك مع الأهلي؟ لا. في مدربين كتير يعني، فايلر ولازارتي وكابتن حسام بدري وحتى كارتيرون يعني. كارتيرون كمان. يعني كل المدربين دي انا لعبت معاهم. لعبت معاهم وكان ليا دور كويس جدا معاهم يعني. الوحيد اللي ما لعبتش معاه كان كولر. تقر وتعترف انك وافقت ان انت تلعب كمدافع لانك ما قدرتش على علي معلول في مركز الباك ليفت؟ لا يعني، بس هي الفكره ان انا وقتها لعبت مساك. انا كنت جاي باك ليفت ومساك. بس ده كان بيني وبين كابتن حسام. ايوه يعني انت جاي باك ليفت هو قايل لك كده. بس انت جاي معايا هتلعب مساك. والله كان متفق معاك من بدري على كده. فلما بدات العب جوه كان في اصابات كتيره. في في في, في المساكين. فبدات العب فخلاص. يعني بقيت يعني بقى بالنسبه لي المركز. مع علي معلول كان جامد قوي برضه. طبعا 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 يعني. طبعا يعني. نعم. علي من اللعيبه وتاريخ كبير في النادي الاهلي يعني. صحيح. علي ما تقدرش لازم توفي حقه وتقول عليه من هنا للسنه الجايه كلام. طبعا طبعا. نعم. لعيب كبير واخ وصديق يعني. لعيب كبير وشخصيه جميله يعني. لما كنت بتنقده او بتوجهه في الملعب كان بيتقبل ولا صعب؟ يعني لا يعني علي من اللعيبه الكبار. فهو كان بيعمل معظم الشغل من غير ما اي حد يتكلم معاه يعني. لكن في مواقف طبعا لا يعني كان بيتقمص شويه. بيتقمص شويه. كان بيتقمص شويه يعني. لكن بعد الماتش بنخرج عادي يعني. جميل. يعني بني ادم جميل هو يعني. تقر وتعترف انك لاعب متهور في الالتحامات وتسببت في توريط الاهلي ومنتخب مصر اكثر من مره في مشاكل بسبب الكلام ده؟ لا خالص مش تهور. راموس متهور. طرد كتير جدا وتسبب في يعني في مشاكل في الملعب كتيره. لكن لا يعني بشوف ان انا مش متهور خالص او مش من اللعيبه المتهوره. بيبقى في مواقف بتبان ان في تهور، لكن لا يعني بتبقى مواقف رجولي نقدر شوية. ليست تهور. لا لا. نعم. تقر وتعترف انك تتحمل مسؤوليه خماسيه سان داونز في 2019؟ لا الفرقه كلها طبعا. الفرقه كلها طبعا. ايه اللي حصل يوم خماسيه سان داونز؟ والله يا كابتن يعني الاحداث يعني قبل المباراه احنا سافرنا
يعني قعدنا يومين هناك ولعبنا ماتش. وده في يعني الدكاتره كان دايما لما رحنا بعد السنين اللي بعديها يعني كانوا بيقولوا لنا ان احنا على الاقل لازم تبقى متواجد هناك 4-5 أيام على الاقل يعني عشان تقدر تتعود على الجو هناك وكده. طبعا يعني في تفاصيل صغيره ممكن تتسبب انك تخسر، بس الخساره بخمسه دي طبعا ما فيش اي اسباب تقول ان احنا نخسر خمسه او قيمه النادي الاهلي تخسر خمسه. في الاخر احنا كنا بعيد جدا عن بعض، يعني تحس ان في بعد، في تعب، في ماتش كان غريب صراحه، ماتش النسيان، ماتش يعني المفروض لو في حد يقول لك امحي لك من الذاكره هو الماتش ده. ماتش نفسك يتمحي من الذاكره. يعني فعلا ماتش بالنسبه لي سيء. يعني سمعت انه حصل خلاف يومها ما بين كابتن محمد يوسف ولاسارتي، انه طلب منه انه ما يفتحش الملعب والراجل صمم نلعب بالطريقه دي. مش عارف يعني هو ممكن يكون حصل مشكله بس انا مش ما شفتهاش، ما حسيناش بيها. لكن هو لازارتي دخل بين الشوطين يعني عنف اللعيبه جامد جدا. وكابتن محمد يوسف نفس الكلام، لان فعلا كنا خارجين الشوط الاولاني 2-0 وكنا ممكن نبقى خمسه اصلا الشوط الاولاني. مظبوط، يعني صن داونز ضايع كتير جدا الشوط الاولاني. بس في الاخر عنف ايه؟ عايزكم تهاجموا؟ عنف لا، يعني عنفنا ان احنا يعني الجري بتاعنا يبقى احسن من كده، ويعني احنا متخاذلين وفي تخاذل في الملعب ولازم يبقى في جراءه شويه لقدام. احنا نزلنا الشوط الثاني اول دقيقتين تقريبا ضربه جزاء علينا، فالعامل النفسي وقع شويه، ما عرفناش نلم نفسنا. يعني بعد ما خسرنا الخمسه في صن داونز وكان في حاله هجوم شديده جدا جدا جدا، حسيت انه الدوري العام بقى من الصعب ان احنا نفوز بيه في الوقت ده؟ طبعا يعني كان صعب جدا، وعشان كده بقول لك كابتن شوبير ان الدوري ده من يعني اغلى تاني بطوله في حياتي. ده صحيح، يعني كانت بطوله صعبه جدا. ف يعني كان التحدي كان صعب يعني. تقر وتعترف انك ممكن دلوقتي توافق على اللعب للزمالك في حاله رحيلك من البنك الاهلي؟ لا يعني ما انت عايز تحافظ على الارث اللي مع النادي الاهلي. بالظبط، يعني انا واضح تحترم الزمالك جدا، لكن انت عندك تراث كبير مع النادي الاهلي. طبعا يعني نادي الزمالك نادي كبير وجمهوره جمهور كبير، لكن انا طبعا تاريخي في النادي الاهلي احب ان انا دايما اتذكر على اسم النادي الاهلي. طيب السؤال الاخراني ده ايه؟ مركب شويه. تقر تعترف انك ممكن تحاول العوده للاهلي ولو على سبيل التكريم والاعتزال بعد بين جدرانه بعد رحيل مارسيل كولر؟ اتمنى طبعا. نعم، يعني اتمنى ده، يعني ما انا طبعا مش هطلب ده، يعني مش هتقدر تطلب، مش هقدر اطلب ده طبعا. نعم، لان انا عارف طبعا النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي بيبقى اهم حاجه هو النادي والفريق. فانا ما اقدرش اطلب ده، لكن في الاخر طبعا الواحد يتمنى، يعني الواحد يتمنى ان هو ينهي حياته طبعا في النادي الاهلي، وده كان من طموحاتي. نعم، ان انا اعملها قبل ما امشي. طيب، في النادي الاهلي. حلو قوي، كنت هكمل لك بقى التركيبه بتاعت السؤال. اعتزلت بره النادي الاهلي، حابب انك تبقى موجود في النادي الاهلي كادارجي، كفني، كاعلامي، او اي حاجه تنتمي للنادي الاهلي بصله؟ حابب ده؟ طبعا. يعني ده بيتي، واتشرف ان انا اكون فيه في اي وقت، يعني كلاعب، كمسؤول، كمدرب بعد كده. انت مخطط لايه في حياتك ان شاء الله باذن الله بعد ما تبطل الكوره بعد 5 سنين كمان؟ يعني انا كابتن، انا لسه ما قررتش، يعني لسه ما قررتش ممكن اعمل ايه بعد الكوره. لكن يعني الاقرب ليا او الاقرب لقلبي شويه مدرب. يعني مدرب. ولازم تبقى مدرب على فكره، لازم. انا بنصحك مدرب، التدريب مهنه حلوه، وانت ما شاء الله فكرك في الكوره كويس، وبني ادم عندك صبر وعندك تأني وعندك احترام وعندك يعني قوه شخصيه كمان محترمه جدا، وعندك تاريخ وراك جيد، فهتبقى مدرب كويس. بس ابدا صح، يعني يا ريت تبدا تاخد دراساتك التدريبيه، تبدا من تحت صاحب التدريب. انا اتوقع انك هتبقى مدرب كويس، خاصه انه معظم المدافعين كانوا مدربين كويسين، يعني حسام البدري كان مدافع، محمد يوسف كان مدافع، ضياء السيد كان مدافع، كابتن محمد صلاح زمالك كان مدافع، وكلهم الحقيقه مدربين كويسين. طبعا الذاكره عندي، ربيع ياسين كان مدافع طبعا. فمعظم المدافعين على فكره بيبقوا مدربين كويسين، وحتى على المستوى العالمي يعني.
فانا اتمنى لك تبقى مدرب كويس يا رب ان شاء الله. يعني اتمنى ان انا يعني اخد التجربه بعد تجربه لعيب الكوره، لكن انا ان شاء الله يعني لسه قدامي شويه فتره كويسه. بس خد دراسات وانت بتلعب. ما انا يعني بفكر اعمل ده الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله اعمل ده باذن الله. طب عندنا شويه اسئله حلوه على السوشيال ميديا دايما بنختم بيها لما فيها تحيه للضيوف و ناس بتحبك يعني على الهاشتاج بتاعنا. بيتر ده حبيبنا، مساء الفل على حضرتك يا كابتن شوبير وعلى ايمن اشرف الاصيل. حابب اقول لايمن ان اخلاصه للنادي هو جواه وكلامه الايجابي عنه بشكل مستمر محافظ على مكانته في قلوبنا حتى في عدم وجوده في النادي في الوقت الحالي. بالتوفيق دايما يا كابتن، راجل يعني بيشيد بيك وباخلاصك وباحترامك وبسلوكياتك يعني. حبيبي بيتر ربنا يخليك. يعني طبعا يعني الواحد لو اتكلم من هنا للسنه الجايه مش هيوفي النادي حقه يعني ولا لجماهيره يعني. اللي بعد امينه برضو كانت ضيفتنا قريب. امينه مساء الفل عليك كابتن شوبير، ناظر الاعلام ودايما متالق، وعلى اللاعب المحبوب كابتن ايمن اشرف. كابتن ايمن لو رجع بيك الزمن خطوه ما كنتش عملتها. لو رجع بيا الزمن خطوه ما كنتش عملتها، لو مفيش خلاص قول مفيش. لا مفيش. لا مفيش. تمام. اللي بعد سامح عوني. تحياتي كابتن شوبير وكابتن ايمن اشرف، حضرتك لعيب كبير ومحترم جدا وسعيد الكابتن شوبير مستضيفك في افضل برنامج في الوطن العربي. ما هي البطوله الاغلى ليك مع الاهلي؟ طبعا القضيه. القضيه. ما الفرق بين الاهلي واي فريق اخر؟ يعني طبعا النادي الاهلي يعني نادي يعني اكبر نادي احترافي شفته في حياتي، يعني كميه احترافيه في كل حاجه. وقلت ما عجبك في البنك الاهلي انه قريب احترافي. قريب في الاحترافيه. هل ستظل تدعم الاهلي؟ طبعا طبعا. اللي بعد احمد عبد المجيد محمد، مساء الخير كابتن، تحياتي كابتن ايمن اشرف. سؤالي هل تعتقد ان الاهلي استعجل في الاغناء في الاستغناء عنك، خصوصا الاهلي محتاج دائما تدعيم خط الدفاع؟ لا انا يعني ما اقدرش يعني اتكلم في النقطه دي، يعني دي كانت وجهه نظر مدير فني وكان في اداره موجوده بقياده كابتن محمود، واحنا بنحترم كل الناس يعني. والجميل فيك انك لا طلعت ولا علقت ولا اتكلمت ولا هاجمت ولا انتقدت ولا قلت اي حاجه، رغم الواحد بيبقى عارف المراره اللي جوه البني ادم، لكنه هنا عشان كده بقول لك شخصيتك تفرق كتير قوي. طبعا يا كابتن، لان في الاخر خلاص انت مش هتستفاد حاجه بانك تطلع تعمل مشكله. صحيح. او تطلع تنتقد حد، خلاص يعني اللي فات مات وتبتدي بقى خطوه جديده. فارس ايمن اشرف طلع لعيب؟ لعيب كويس؟ لعيب كويس الحمد لله. عنده كام سنه دلوقتي؟ 7 سنين. دخلته المدرسه في الاهلي ولا لسه؟ يعني بدا. هو بيقلدك كده؟ نفس اللقطه صح؟ نفس اللقطه كده. هو لعيب كويس وبتمنى ان انا اشوف حاجه كويسه ان شاء الله. انت ساكن فين؟ انا ساكن هنا في الشيخ زايد. طب انت هو بيتمرن فين دلوقتي؟ ما 7 سنين ده بيتمرنوا دلوقتي ولا لسه ما حطوش في حاجه؟ لا بيتمرن. بيتمرن. دي اكاديميه الاهلي في زايد بقى كويس. بعمل يعني ان شاء الله يعني يكون في حته كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. خلاص خلصنا ده. اللي بعديه يا جماعه. اللي بعده يا جماعه. الروبي اضغط يا ايمن. اضغط دي كانت الكلمه اللي بينك وبين الشناوي اظن. انا عندنا على فكره الجمله دي عامه قوي. اللقطه دي احنا كان في بينا قبل الماتش، هو بيقول لي هتقف في الحته دي، وانا اقول له مش هينفع اقف في الحته دي، لازم اقف قدام شويه. يقول لي لا هتقف في الحته دي، اقول له يا شناوي مش هينفع. يفهمني. الولد بيجي سريع. كان سان داونز ده كان ده في القاهره هي. كان في السلام. السلام. ده 2-0. كان 2-0. اللي تعادلنا هناك 1-1. نعم. فبقول له انا، هو رجعني لورا قوي، المفروض ان انا ابقى قدام شويه. لان اللي جاي فانت رايح تتخانق معاه عشان كده. انا رايح اتخانق معاه لان انا قلت بقول له قلت لك ان انا هقف قدام شويه. فهو عايز يرجعني تاني. يعني في الكورنر اللي بعديها. قلت له لا مش راجع، هقف قدام شويه. مصلحه الفريق. انا عارف ان الولد الفرويد جاي بسرعه على القريبه. فانا لازم اخد قبله. بص اهي. انا المفروض كنت ابقى قدام شويه. وانت كنت لابس برضو عيني بتاع في دماغك. كنت متعور. كويس انها ما جاتش في دماغك. لا الحمد لله. كانت ممكن تخش. لو جت اتغيرت اتجاهها. طبعا. فاهم. بس حوار حلو يعني، حوار كرم. حوار حلو وكان في مصلحه الفريق. حلو قوي. طيب ناخد اللي بعده في السوشيال ميديا يا جماعه. كنت بتضحك على الشناوي هنا ليه؟ بياخد انذار. لا ده اللي كنت بضحك عليه علشان الحكم بيتكلم معاه فبقول له مش سامعك. الجمهور كان كنا في رادس في الترجي
فهو بيقول له مش سامعك وكده، فبيتكلم معاه بالعربي، فانا ضحكت يعني عشان هو بيتكلم بالعربي. هو راجل انجليزي ده جنوب افريقيا. فانا بضحك، فكنت مستغرب من رد فعل الراجل، كان عنيف قوي. ساعتها اداله انذار. الناس بقى خدتها ان انا يعني بضحك، ان في حد بيزعله غير يعني جاي عليه اليوم يعني. يلا نكمل يا جماعه السوشيال ميديا، ناخد اخر ثلاث اسئله. يلا مها محمد، مساء الجمال كبشبير، تحياتي كابتن ايمن اشرف المحترم الخلوق، كلنا بنحبك حتى وانت مش معانا. اعتقد الحاجات دي بتسعدك قوي. ايه طبعا يعني الواحد يعني اوقات بحس ان انا لسه بلعب في النادي الاهلي يعني، ما في الشارع الناس كلها بتقدم كل احترام وموده يعني، ودايما بيتكلموا معايا بشكل محترم جدا، وانا ببقى مبسوط بده. عشان انت تستحق ده. اللي بعده فتحي، مساء الخير ايمن اشرف، من ارجل الناس اللي ارتدت تيشيرت الاهلي. قال الكابتن ايمن مفتقد الشناوي على طول، كانوا بيقول له اضغط يا ايمن. طبعا مفتقد اللعيبه كلها يعني، مفتقد طبعا طبعا يعني زمايلي كلهم يعني بحبهم كلهم، وكلهم يعني ناس جميله يعني بصراحه، كلهم بيحبوك الحقيقه. اخر يلا رساله، دكتور حسين موسى، مساء الفل على كاب شوبير، حابب اقول رساله لايمن اشرف. انا والدتي من كتر ما كانت بتشجع ايمن اشرف من اول ما لعب مع الاهلي كانت تدعي له اكتر ما بتدعي لي، تحبه جدا وتحب اصراره في الملعب وروحه وعزيمته. اظن دي لما تبقى دعوه ام كده بالنسبه لك تبقى مسك الختام بالنسبه لنا النهارده. طبعا يعني طبعا بالنسبه لي دي حاجه، طبعا حاجه افتخر بيها ان والدته بتدعي لي، وربنا يبارك له فيها يا رب، وبوصيه عليها يعني، بوصيه عليها. توصي عليها طبعا. نورتنا ايمن، اشكرك شكرا جزيلا، ودايما كده مستحوذ على حب الناس وعلى قلوبها، لانك باختصار كده بني ادم محترم. ربنا يخليك يا كابتن شوبير، انا مبسوط ان انا كنت مع حضرتك النهارده، وبتمنى لك التوفيق في حارس الاهلي. الله يخليك، يعني حاجه جميله بصراحه، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. نورتنا وشرفتنا يا ايمن. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم اعزائي المشاهدين، عايزين حاجه؟ سلام عليكم.